خير لكم مشاهدينا، نهار جديد عم نطل عليكم من احلى صباح طبعا مباشره عبر تلفزيون لبنان. صبحيه جديده بتمنى تكون حامله معها وبطياتها كل الفرح، البسمه الدايمه والتفاؤل يلي دائما بنحلم فيه، على امل يكون نهار جديد مليان بالفرح والسعاده. صباح الخير لك شادي. يا صباح الخير لك، اول شيء مشتاق لك انا اكون وياك على الهواء، صرنا زمان ما التقينا على الهواء. سأبنا سوا، شو اخبارك؟ انا مشتقت لك. انا كمان، ودائما هيك بنطلع على الامور الايجابيه بالحياه، يعني هيدي البسمه اللي انت بلشت فيها وشو اخبارك، هيك دائما اللي بنحكي فيها مع أكيد بعض. اكيد، لانه ما في شيء حرزان وما في حدا حرزان. لا ما في حدا حرزان، بلا في اشخاص حرزان. ليه بتعرفي الاشخاص لما بترجع، لما الحياه بتمرق دائما هيك في دروس الواحد بيتعلمها، ودائما في اشخاص بيتوقف عندهم بكون عاطيهم اهميه، بيرجع بكتشف بعدين انه لا، في ناس ثانيين لازم نركز عليهم اهم من عيالنا، من اصدقائنا. الحياه هالقد بتستمر، بالنتيجه الحياه بتمرق، ومثل ما قلت بايجابيه بابتسامه وبكل هالطاقه يلي نحن بنخلقها لحالنا وللناس حوالينا. هاي طاقه ايجابيه لازم نتمتع فيها كلنا، وما نجرب ننبش على الطاقات السلبيه اللي حوالينا، نبعدهم عنا قد ما بنقدر. ما بنشوفهم من اساس، مش موجودين. فالحياه مدرسه بتتعلم، مثل ما قلت من شوي شادي، الغربال هو اساس بالحياه. صحيح. يعني تعرف مين تخلي حدك ومين تبعد عنك. اكزاكتلي. بيا انا وياك بهالحلقه اليوم مع ضيوف مثل العاده، مثل ما تعودوا المشاهدين مشاهدينا معي، رح نعمل جو على الضيوف، نخبركم اكثر مين رح ينضم لإلي ولزميلي بيا بهالحلقه. علي هيدوس، مسؤول العلاقات العامه بجامعه المبرات الخيريه، بحدثنا عن النشاطات المخصصه لشهر رمضان الكريم. شيف نادين أسيس اكيد عندها فكره جديده لافطار رمضان، للسفره يلي بنحضرها خلال هالشهر، دائما عندها افكار سوبر يومي سوبر سهله اكيد على طريقتها. بنتابع مع زاهر غصن، المدير التنفيذي لمؤسسه الخليل الاجتماعيه، بحدثنا اكثر عن هالمؤسسه يلي عم بيكون عندها عمل رائع بالميدان الاجتماعي بحصبيه. دكتور كارول مدور، استاذه مساعده بالجامعه اللبنانيه بكليه او بقسم اللغه الفرنسيه بالفرع الاول، بتحدثنا عن نشاط كان خلاله حاضر الفنان والمخرج جورج خباز. ايضا مع زهيده درويش، عضو لجنه التحكيم لجائزه انور سلمان للابداع، والاستاذ سليمان بختي امين سر المؤسسه، بحدثونا عن الجائزه لهيدي السنه للعام 2019. وايضا عبر شاشه تلفزيون لبنان دائما في جديد بنحكي عنه، انطلاق برنامج الاسبوع المقبل، برنامج جديد مع دكتور عماد ابو حمد، بنحكي بكل تفاصيله ماي واي، برنامج بنتابعه ابتداء من الاسبوع المقبل، بنعرف كل تفاصيله اول باول عبر صبحيتنا. اما البدايه مثل العاده مع رياضه، مع احوال الطقس واحوال الطرقات من مصلحه الارصاد الجويه يلي بنتوقف عندها، ولكن كل اسبوع مصلحه الارصاد بكونوا حاضرين معنا بالاستوديو مش باتصال، فبعد شوي رح يكونوا حاضرين معنا لحتى ناخذ تفاصيل منهم. اما البدايه رح تكون مع غرفه التحكم المروري حتى نرصد حركه طرقاتنا. طالب برو، صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين. رمضان كريم، شو اخبارك؟ كلك ذوق. يا هلا. طالب خبرنا شو ابرز اخبار الطرقات، كيف الحركه، حركه السير على ابرز المعابر المؤديه للعاصمه بيروت؟ تفضل. اوكي، بنبلش من المدخل الشمالي، حركه ناشطه بتكمل ناشطه لدبي، وصولا لقنط الياس بتبلش تصير كثيفه، ساحه قنط الياس كمان حركه ناشطه، وصولا لجل الديب كمان حركه كثيفه لحد نهر الموت بتكفي ناشطه. كارنتينا كمان حركه ناشطه بدون توقف باتجاه وسط بيروت منطقه المرفأ، وصولا ل للوسط التجاري. اما بالنسبه لاوتستراد بوليفار سن الفيل، حركه كثيفه شوي. صالومي باتجاه صالومي حركة ناشطة، الحايك كمان حركة ناشطة باتجاه جسر الواطي. من مدخل الجنوبي المدينة الرياضية حركة ناشطة باتجاه جسر الكولا، كمان ناشطة بتكمل باتجاه نفق سليم سليم، وصولا للوسط التجاري.
المدخل الشرقي الحركة بتبلش ناشطة من اليرزة وصولا للصياد باتجاه اوتوستراد الرئيس إميل لحود، اوتوستراد الرئيس اليسهراوي باتجاه الأشرفية كمان حركة ناشطة والعدلية. بالنسبة ل ضمن مدينة بيروت الحركة كمان ناشطة دون توقف، برج الغزال كمان حركة ناشطة باتجاه الحمراء وصولا لعين المريسة للخط البحري كمان حركة ناشطة. بالنسبة للإحصاءات اللي تسجلت بغرفة تحكم المرور للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 6 حوادث 7 جرحى، الحمد لله ما في ولا ضحية قتيل. محاضر السرعة الزايدة 1066 محضر سرعة زايدة. للتواصل مع الغرفة لحول أي استفسار على 1120 وعلى وسائل التواصل فيسبوك تويتر والأبليكيشن. هيدي كانت نشرتنا لليوم، أهلا وسهلا فيكم. طالب شكرا لك. مشاهدينا منروح للفتنس أبديت مع فتنس كوتش ثائر حسكور. صباح الخير مشاهدينا من سكيلز فتنس سليم. بونجور ميشا. بونجور كريستال. ميرسي لك ثائر حسكور على التمارين الرياضيه الصباحيه. مشاهدينا بعرف كثير منيح انه كثار منكم مهتمين يعرفوا كيف رح يكون حال الطقس للويك اند، من في غير المهندس ماركو هيبه من مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي يعطينا كل التفاصيل وهو موجود معنا بالاستوديو. صباح الخير. صباح النور. يعني عادة بتكونوا معنا باتصال ولكن هيك صح. كل هر جمعة بتكونوا موجودين معنا لايف. بنغير الجو، بنكسر الروتين 100% تنغير الجو بحاجة انه الطقس يكون مشمس. خلص كل الاشخاص تعبت من الشتاء وطقس متقلب من فترة للتانية عم بيكون، رح يكفي هيك؟ بالوقت الحاضر لا، في عنا تحسن، يعني ناطرين هلا خلال الويك اند تخف الغيوم، تنزل الرطوبة لنوصل ليومين سبت واحد اجمالا الشمس بتكون طاغيه فيهم. نعم. لان السنه لاحظنا فعلا انه الشتويه كانت شوي مأخرة، اخذت مجدها، طولت بما فيها الكفايه. عم حكى انه الصيفيه رح تكون غريبه السنه شوي، يعني رح نلاحظ كمان في شتاء بالصيف، قد ايه صحيحه المعلومه؟ هلا بعد ما فينا نحكم على الصيفيه. نعم. يعني بعد التقديرات الطويله المدى منا كثير دقيقه، فبنفضل ما نعتمد على هذا الكلام. ما بدنا نخوف العالم كمان. بنضل ضمن اسبوع، تقديرات الاسبوع بتكون لا باس فيها. لكن مثل ما وعدناهم اذا اراد الطقس مشمس بالويك اند، درجات الحراره كيف رح تكون؟ يعني على الساحل اذا اليوم كانت بحدود 23 درجه. نعم. رح تطلع شوي اكثر ليوم السبت حوالي درجتين والاحد كمان. فعنا ارتفاع تدريجي بدرجات الحراره. عظيم. خلينا نشوف الحاله العامه بالاول. مزبوط. بالنسبه للطقس وبنرجع نشوف التفاصيل وليه بده يصير هيك بالطقس. نعم. صحيح. تفضل. بالحاله العامه عم نشوف لبنان حاطينه بالدائره الحمراء بس للفت النظر لنحدد موقعه، وبنشوف انه في على يمينه هالمنطقه يلي لونها اخضر معلمينها شوي هيك بخطوط زرقاء، هيدي المنطقه البارده اللي كانت امبارح مسيطره على لبنان. نعم. خلت هالامطار الخفيفه تتساقط على لبنان صباح الخميس، ولكن صارت باتجاه الشرق، انحسرت شرقا، مما رح يسمح لكتل هوائيه اقل رطوبه ودرجات حراره اكثر دفئا انها تفوت على لبنان. من هيك اليوم طقسنا صحيح رح يكون غائم جزئيا ولكن ما في امطار متوقعه، تدريجيا درجات الحراره رح تبلش ترتفع. على الساحل اليوم وبكره تقريبا مستقره من حسب الارتفاع الاحد، المناطق الجبليه المتوسطه بحسب الارتفاع بكره، المناطق الجبليه العاليه مثل الارز الارتفاع ببلش معهم من اليوم، من اليوم بعد الظهر بتبلش الحرارات شوي شوي تتحسن وترتفع. نعم. من حيث الرطوبه عم نشوف كيف هلا اللون الزهر اللي شايفينه هو تكتلات الرطوبه العاليه، يعني غيوم بكلمه ثانيه. بنشوف انه عندنا رطوبه على الطبقات السفلى حد الارض، هو اللي بيسببوا هالندى اللي بنشوفه على سياراتنا صباحا او ممكن شويه ضباب ببعض المناطق. الغيوم العاليه هي غيوم بتخلي السماء تكون غائمه جزئيا بس كله ما بشكل خطوره، وبنشوف كيف من يوم السبت وما بعد، من السبت يلي هو بالنص باتجاه اليمين باتجاه يوم الاحد، ما بقى في عنا رطوبه، الغيوم بتنحسر، فبيكون عنا طقس نسبيا صافي مع على الارض تدني بالرطوبه النسبيه.
يعني ما في رطوبه نهار السبت بعد بتبدا من السبت بعد الظهر لاحد الغيوم بينحسروا بشكل لا. سريع بيكون في عندنا صباحا غيوم بعد الظهر عزيز. بتخف الغيوم بنروح الى سمق قليلة الغيوم ثم صافية. نسبة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع؟ نعم هاي درجات الحرارة نعم. عم نشوف أنه المناطق الساحلية باللون الأحمر بين أيام الجمعة والسبت ما في تغيير كبير. السبت بتبلش ترتفع بيكون ملحوظ الارتفاع أكثر يوم الأحد. المناطق الجبلية رح ناخد الأزرق يلي هو على ارتفاع حوالي 2000 متر منشوف أنه الارتفاع مبلش من اليوم المساء تقريبا نعم. أو عفوا من اليوم الصبح يعني من مساء مبارح صباح اليوم رح نبلش اليوم تدريجيا نشهد هالارتفاع البسيط واللي بيكمل معنا بشكل مستمر ايام السبت والاحد. هيدي توزيع درجات الحراره. يعني مثل ما ذكرنا الختامه نهار الاحد رح يكون مع 23 درجه ماكسيمم. 23 اليوم، الاحد بنوصل ل 26 27 يمكن شوي اكثر. بنوصل ل 26 نهار الاحد. اذا تقريبا ارتفعت بين درجتين كل يوم. يعني اذا اليوم 23 نوصل ل 26 27 انه رح توصل درجات الحراره 23 نهار الاحد اوكي عظيم. لا عفوا هو اليوم لا. 23 لا. لان ذكرنا درجات الحراره بمختلف المناطق لليوم عظيم. سبت واحد في عندنا هالارتفاع التدريجي حراره سطح المي حراره سطح المي عم بتكون نعم حوالي 21 درجه ارتفعت شوي خلص عم نقرب من فصل الصيف بلشت الاجواء تكون مهيئه لحتى الناس تروح على البحر تبلش تستفيد من السباحه اوريدي نزلوا خلصوا نعم. يعني والموج عم بيكون خفيف ارتفاع الموج يعني عم نبقى ضمن 60 سنتيمتر 50 سنتيمتر نعم. يعني نص متر مشي كتير مهم فظروف كتير مؤاتية لأي نشاط بده يصير بالبحر عظيم. والطقس كمان مناسب هيك لكل الأشخاص يلي عندهم هواية أنه يمارسوا أي نشاط بالبحر وصيادي الأسماك كمان ظروف مؤاتية لهم ما يعتلوا هم ظروف مؤاتية بالنشاطات البحرية نعم. وعلى الأرض حتى النشاطات البرية الناس بتحب تظهر يمكن تعمل بيكنيك يمكن الاولاد يظهروا يلعبوا برا بمناطق بحدائق عامه وغيرها على كل حال هيدا لبنان او الدور متاح هيدا لبنان وهيدا اللي بيمتاز فيه لبنان المناخ المعتدل يعني صح. الاسبوع الماضي شهدنا ناس على البحر وناس على الثلج مزبوط فمن هلا وبالرايح خلص صار البحر للحصه الاكبر. شكرا لك المهندس ماركو هيبه رئيس مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي. طبعا بدي اتمنى لك ويك اند ممتع لك ولكل العاملين بالمصلحة. شكرا. أهلا وسهلا وتحيات المصلحة كلها كمان لأسرة تليلي بان. شكرا يا هلا فيكم مشاهدينا. نحن وياكم رح نروح حتى نتابع روبورتاج تحديدا مؤتمر صحفي عن مشاركة اللاعب اللبناني جورج بجاني ببطولة أوروبا للكباش اللي رح تصير بلوتراكي باليونان. أقام الاتحاد اللبناني للكباش مؤتمر صحفي بمدرسة نوتردام دي ليفراند بعرية للإعلان عن مشاركة جورج بجاني ببطولة أوروبا للكباش اللي راح تصير بلوتراكي اليونانية ب 18 من الشهر الحالي بحضور تلميذ المدرسة إدارة المدرسة القيمين على اللعبة ووسائل الإعلام. لبنان قدم امتحان جديد. الاتحاد الدولي فتح كاتيجوري دو 14 أسيزان. هيدي الكاتيجوري فتحت هيدي السنة واعتبرنا انه هيدي اوبورتونيتي لنا لانه نحن ضمن السيمينارات اللي عملناها الويكلي سيمينارز بالمناطق بين هيدا الشاب اللي اسمه جورج بجاني المعروف بالبيك بي بين عن يعني بنية جسدية كتير كبيرة وحطيناه بسيستم تدريب احترافي ولقينا انه عنده بوتنشل كتير كبير بيتمرن مع شبيبة المنتخب مع جروب المنتخب وصار جاهز هلا تينافس على لقب بطوله اوروبا. البطوله اللي راح تصير باليونان هي بطوله اوروبا بالكباش اللي بتجمع كل البلدان الاوروبيين. راح يكون في كثير يعني كثير منتخبات من روسيا من بولندا من اوكرانيا منتخبات كثير قويه من تركيا يعني ان شاء الله لبنان يقدر يعمل نتيجه ونحن ايماننا كثير كبير بالبيك بي. مبدئيا المباراه الاولى مع السويد يعني المنتخب السويدي يعني حسب التشكيلات اللي عم بتصير المنتخب السويدي نحن بنبلش معهم وبنصير اوفيور ميزور لانه كل البلدان الاوروبيه مشاركين. هلا في شغله بدي اقولها انه اول لاعب عربي بيطلع من الشرق الاوسط من 22 بلد هو لبناني جورج بجاني. هيدا افانتاج كثير كبير لكل هالشباب. بتعرف انه اول لاعب عربي بيطلع على بطوله اوروبا يعني دخل تاريخ هذا الشاب. بقول لك بصراحه نحن الخطه تبعنا هي نروح على بطوله لبنان ولكن بس شفنا انه في اوبورتونيتي اوبورتونيتي حقيقيه نقدر نقاتل وننافس وناخذ بطوله اوروبا هذا الشيء لا اخذنا قرار انه نروح بهالمحنه الجديده وامنا بجورج بجاني بالبيك بي وبفتكر صار جاهز صار مجهز حاله مدرب مزبوط تيقدر ياخذ اللقب. هون بدي ركز انه الكباش هي عده اوزان
وعدة كاتيجوريات. الكاتيجوري تبعه اسمه سب جونيور، يعني الجونيور عادة بيكونوا دو 16 لفوق، يعني أكتر دو جسكا 18 عام، دو 18 21 بيكونوا أكتر من جونيور، بعدين بتفتح كاتيجوري سينيور. نحن سب جونيور هي كاتيجوري دو 14 16 عام. التركيز أنه 15 سنة، يعني اليوم عم تطلع بشخص بنيته كتير كبيرة، جاهز يقاتل وعمره صغير، يعني هذا أفانتاج وبوتنسيال كتير كبير لإله وللبنان. بقول لك حطينا سيستم تدريب احترافي حسب المعايير الدولية، نحن بنستعمل يعني بنستعين أكيد بمدربين دوليين، وعندنا شبيبتنا هون مدربين مثل جورج بجاني كمان وغيره ومارون غانم ومارك باسيل، يعني كل الأبطال صاروا جاهزين، بيعرفوا يدربوا مزبوط وبيعرفوا يجهزوا اللعيبة واهتموا فيه مثل خيون صغير، لأنه 15 عام اعتبروه هلا، هو بس شوفوه بالحجم منه مبين هالقد، بس أنه effectivement c'est son âge. تحضرت لفترة 6 أشهر بطريقة بروفيشنال مع الاتحاد، وأنا هلا كثير جاهز أن أمثل لبنان بوعد كل اللبنانيين اللي راح يتابعونا، خاصة يلي من عمري، أنه راح أجيب المرتبة الأولى وارفع اسم لبنان بالعالم. الأجيال عم تربى، ما حدا بقى باله بالرياضة، كله باله بالكمبيوتر والفورتنايت بهالأشياء. نحن عم نعطي اكزامبل لكل الشباب اللي من عمري انه يلجأوا للرياضة وللكباش خاصة، لأنه رياضة تراثية لبنانية. أكيد عم بجمع بين درسي وبين تمريني، درسي قبل الظهر وتمريني بعد الظهر، ما عم أصير بشي كرمال تكون، لأنه بيكملوا بعض مني. جورج، لا شك انه هيدي البطولة رح تعطي نوع من بوش لإلكن بالاتحاد اللبناني للكباش، كيف عم بتحضروا للمشاركة ومشاركة جورج بالبطولة؟ اول ما تعرفنا على جورج تبين لنا انه جورج موهوب بالكباش، يعني كان طبيعي بيلعب كباش وعنده باور لعمره ما بعتقد حدا عنده اياها. قدرنا نشتغل على جورج وقدرنا نساعده ليوصل لمحل ما هو هلا. اليوم جورج قدر يروح على اوروبا ويمثل لبنان ويجيب ميداليه للبنان باوروبا ويتحدى الكل ويبين انه هو قبضاي. جربتوا مشاركه جورج مثلا ببطوله لبنان؟ ما بعرف اذا نسبه لعمره في فئات عمريه لهالبطوله بالذات. بلبنان ما في فئات عمريه حاليا، بس السنه الماضيه جورج اشترك ببطوله لبنان وقدر ينافس مع رجال من مش من عمره، أكبر من عمره وأوزن منه أو منه، وقدر ينافس وقدر يربح. إذا ما نحكي شوي عن نقاط قوته ونقاط ضعفه بالطريقة الكباش، شو فيك تخبرنا عن هالشي؟ جورج بعده مبتدئ باللعبة وعم بيقدر يلعب مع عالم بروفيشنال باللعبة بلبنان، يعني عم بيقدر ينافس مع عالم إلا عم تتمرن سنتين وثلاث سنين وله ست أشهر بيتمرن. نقاط قوته أنه ما بحب يخسر، يعني راسه قوي كثير لدرجه انه ما بحب يخسر. لا شك انه مشاركه جورج بجاني ببطوله اوروبا للكباش، خاصه انه عمره 15 سنه وبوزن 125 كيلو، بغض النظر عن خبرته الصغيره الموجوده، بتتخيل هالشيء انتم كاداريين بالاتحاد اللبناني للعبه راح تساعدوه تيقدر يوصل الى ابعد نقطه ممكنه؟ انا بتخيل انه جورج بجاني بالفتره اللي تمرن فيها صار جاهز ليشارك ببطوله اوروبا وجاهز ليجيب مركز كمان اول تاني او تالت باوروبا، وبعتقد صار كخبره كتير قبضاي بالكباش على الطاوله وعنده باور كتير قويه بالنسبه لعمره، لانه بهيدا العمر عم بيقدر يتغلب على كتير ناس بعمر 30 و25 و كتير كمان أبضيات، وحتى بوزنه عم يقدر يتغلب عليهم. التحضير بينه وبين الاتحاد اللبناني للكباش هو أساسه جورج بجاني. نحن بنشكر الاتحاد وأكيد جورج ابن المدرسة، ونحن كتير منشجع الرياضة وبالأخص هيدي رياضة جديدة عم تشترك فيها المدرسة، عم تشارك بهيدي البطولة، وإن شاء الله إنه جورج بيوصل مش بس للبطولة الأوروبية للبطولة العالمية. إذا ما نحكي شوي عن رياضة الكباش وعم بدنا نحكي شوي عن الحصص التدريبية الموجودة بالمدرسة، ساعة السبور، هل عندكم كباش بساعة السبور؟ ما عندنا ساعة كباش مخصصة للكباش، إنما بالنشاطات اللي بيعملوها التلاميذ يلي هي صفية أو غير صفية مندخل فيها كل أنواع الرياضة لحتى كل تلميذ يكتشف شو قدراته وشو مواهبه لحتى نقدر ننميله إياها. وجورج بيّن عنده هيدي الموهبة وإن شاء الله بضل مستمر وبيشتغل على حاله وبيوصل لبطولة العالم فيها. وقد أثبت الاتحاد حضوره على ساحة المحلية والدولية من خلال المشاركات اللي عم بيكون فيهم للتأكيد أنه الرياضيين اللبنانيين ماضين نحو الاحتراف لما تتوفر الإمكانات كما يجب ليوصل لبنان للعالمية بشكل أفضل.
صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، واهلا وسهلا بكل انضموا لرفقتنا بهالوقت متابعين بصبحيتنا نحن وياكم. وفعل الخير دائما بالمجتمع هو اساس ممكن يرتد اضعاف علينا لما نكون عم نعطي بقلبنا، والانسان اللي بيعطي ما بيسال لما تعطي ايده اليمين شو عطيت ايده الشمال. فعل الخير هو افضل عباده يمكن نكون عم نقدمها خلال شهر رمضان المبارك. من هيك بصير نستضيف اليوم معي باستوديو علي هيدوس، مسؤول العلاقات العامه بجمعيه المبرات الخيريه، حتى نحكي عن نشاطاتها الجمعيه خلال هالشهر الفضيل. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي عن جمعيه المبرات الخيريه، امتى تاسست وشو ابرز النشاطات يلي بتقوم فيها؟ جمعيه مبرات هي وحده من مؤسسات المجتمع الاهلي بلبنان، انشئت سنه 78، اسسها المرحوم المرجع السيد محمد حسين فضل الله. البدايه كانت بانشاء مبر للايتام خلال الحرب، مع الاسف واحد بيذكر الحرب ان شاء الله ما تنعاد. كان في تشرد وكان في حالات يتم وحالات فقر كثير، انشأ مبر لرعايه الايتام باعتبار انه من حق هذا اليتيم ان يحتضن، انه يبقى يشعر بكرامته، نقدر نعوض له عن الشيء اللي خسره. وبدات تتطور عملها، بدات بمبنى مستاجر، وخلال يعني السنوات تتالت يعني تفاعل اهل الخير من خلال مشروع تراحم سماحة السيد، فاصبحت الان تعتبر من كبريات الجمعيات في لبنان. عندنا بحدود 4500 يتيم بتأمن رعايتهم بمؤسساتها المنتشرة مبراتها بمعظم المناطق اللبنانية، عندنا بحدود 23000 تلميذ، إضافة إلى مدارس أكاديمية ومهنية ودور لرعاية المسنين، إضافة إلى مؤسسة بتهتم بالمعوقين والصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، الله يقويكم ويعطيكم عقد نيتكم مثل ما بيقولوا. المبرات وجمعية المبرات الخيرية دائما بتحب تغني تجربتها من خلال علاقاتها مع المؤسسات الباقية وحتى مع الأفراد كمان. خبرني شوي أكثر من ناحية تأسيس شراكات أو بناء علاقات مميزة مع الآخر، كيف بتشتغلوا عليها؟ الحقيقة الجمعية اللي تميزت فيه منذ تأسيسها واللي كان بيحرص عليه سماحة السيد إنه تنطلق من الناس إلى الناس، وهذا الموضوع كان أساس بكل حركة الجمعية، تعتمد على مساهمات أهل الخير، بدأت مع الأشخاص بالطبع وتطورت، صار عندنا علاقات مع مؤسسات دولية، مع مؤسسات دبلوماسية بتدعم كانت المؤسسات اللي تهتم بالشؤون الاجتماعية، صار في عندنا شراكات مع المجتمع، مع العديد من الجمعيات كمان اللي بتهتم بموضوع البيئة، موضوع المسنين، إضافة إلى المجتمع المحيط. يعني المجتمع لما شعر بعمل الجمعية وأهمية دورها بتنمية مجتمعها، بتحصين مجتمعها، بالمشاريع التنموية اللي عم تعمل بالمناطق، صار في تعاطف معنا. يعني مثلا نحن بننظم خلال شهر رمضان إفطار بيحضروا أكثر من 1000 شخص، هذا بيضم مختلف أطياف وشرائح المجتمع اللبناني، يعني من تجار، من سياسيين، من دبلوماسيين، من مغتربين. هذا نتيجة التواصل الدائم بتوج هذا اللقاء العام للجمعية هو خلال شهر رمضان المبارك، فبتحس إنه الجمعية هي على تماس مع كل أطياف المجتمع اللبناني. يعني بتحس نبدأ نحن من الإنسان المتوسط العادي اللي بيساهم بمبلغ كبير إلى شخصيات كتير، إلى شخصيات بلبنان والخارج اغترابية بتساهم ببناء المؤسسات. بنعتبر نحن الشراكة مع المجتمع أساسي، لأنه نحن دورنا هو تنمية المجتمع، ونحن ما بنلاقي أي فرصة بنقدر نوصل من خلالها لتنفيذ مشاريعنا بنقوم فيها كان على مستوى لبنان او الخارج. نعم، بعرف انه بتاخذوا على عاتقكم احتضان الاجيال واجيال القادمه باذن الله، يعني جيل الشباب وبناء الشاب والشباب المتعلم هو هدفكم. خبرني كيف بتعملوا على او بتشتغلوا على الفئات الشبابيه لحتى تطورون وتنمون اكثر؟ الشباب هن المستقبل، يعني اذا عشان هيك بينعطى اهتمام خاص موضوع الشباب بتنميه بثقافتهم، بوعيهم، بانفتاحهم. والمنطق اللي نحن بنطلق منه هو الشيء اللي كان يقبله سماحه السيد، انه نحن بنبني مجتمع منفتح، ابنائه يملكون الكفاءه والخبره، بيؤمنوا بالديانات السماويه وبينطلقوا للحياه بدون اي تقوقع او اي تعقيد. نحن الشباب من هذا المنطلق انه
محكومين بالجمعية أن نعمل بهذا الفكر وبهذا التوجه بانفتاح على كل أطياف المجتمع اللبناني. موضوع الشباب، نحن عندنا منتديات للشباب، منتدى للشباب في جمعية نادي الخريجين للمبرات، لأن درسوا بالمبرات ودخلوا الجامعات ولازالوا ضمن إطار جمعية الخريجين، يتواصل مع معظم المنتديات الشبابية بلبنان. في عندنا وجوه حوارية أيضا، هذا بيضم مجموعة من الشباب بالتعاون بين الجمعية والرابط القلبين الأقدسين، كمان بيصير في لقاءات وزيارات متبادلة، الشباب بيصير في مخيمات كشفية، بيصير في برامج لها علاقة بالتنمية بالمناطق، موضوع البيئة. بما أنك عم تحكي عن التنمية، بتعتمدوا استراتيجية التنمية المستدامة مع كل الكوادر يلي موجودة بجمعية المبارات الخيرية، إن كان مدرسين إن كان ممرضين مشرفين، كيف بتشتغلوا على هالاستراتيجية؟ يعني موضوع احنا خدنا عهد إنه احنا نبقى بتطور دائم، ومن خلال دراسة الواقع الموجود بمنطقة معينة بنعمل إعداد المشاريع. يعني في مشاريع أحيانا بتكون مشاريع بيئية، أحيانا مشاريع صحية، أحيانا مشاريع اجتماعية، وبنعمل على بناء يعني كوادر بتنفذ هذه المشاريع من خلال المؤسسات الموجودة بكل المناطق. يعني نحن على موضوع يعني موضوع مثلا عندنا كان مناسبات سبقت هي بعيد الاستقلال، كان في أنشطة مع الجيش نظمتها كل المنتديات الشبابية اللي عندنا بالمناطق بعيد الاستقلال. عندنا كان هلا مثلا خلال شهر رمضان عندنا بكل المناطق الأنشطة اللي بتصير كمان بيقوم فيها الشباب. المخيمات الكشفية اللي بنعملها أيضا كمان هي بتستقطب شباب كمان بيأدوا يعني نوع من البرامج اللي بالمنطقة اللي هن بيكونوا موجودين فيها، هيك بتعمل نوع من التآلف وبتعمل بتخلي الشاب ما يعيش حالة الانغلاق، لأنه بالنهاية إذا نحن ما فتحنا وما فهمنا بعض وما كل واحد عرف الآخر وما بيقدر واحد يبني مجتمع أفضل للبنان بكل العالم. يعني هذا الانفتاح الآخر اللي بتشتغلوا عليه بالجمعية تحديداً لبناء الأجيال الواعدة بإذن الله. خلال شهر رمضان المبارك ذكرت من شوي عم بيكون في عدد من الإفطارات حتى من خلالها تجربوا تساعدوا الغير، يعني تجمعوا كمان حملة تبرعات من خلال الإفطارات حتى تساعدوا يمكن عدد من الأشخاص هن بحاجة. شو رح يصير خلال رمضان السنة؟ خلال شهر رمضان المبارك مثل ما نعرف شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، والناس بتفاعت يمكن على مدار السنة بتقدم، ولكن بشهر رمضان له خصوصية. من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس من أكرم فيه يتيما أكرمه الله، تحننوا على أيتام الناس وتحنن على أيتامكم. هذا النداء اللي أطلقه له أثر، بدع الناس بتتفاعل معه وبتنطلق بدعم هالمؤسسات. أبرز نحن الإفطارات، نعمل إفطار مركزي ضمن بيروت أكيد بيجمع التبرعات، هالتبرعات بتتحول للمؤسسات لدعم العائلات الفقيرة. إضافة بالمناطق كمان بكل مبرة اللي هني 10 مبرات موجودين بالبقاع وبالجنوب وببيروت، بصير في لقاءات مع الأيتام، يعني بيحضر بحب المتبرع مع أسرته مع عائلته، بزور المبرة بيطلع على اليتيم داخل المبرة وبيفطر معهم وبيقدم كمان هدايا مساهمات المبرة. بتطلعوا يعني الفئات الأكثر ضعف في المجتمع واللي هن الأيتام؟ بالطبع، يعني نحن عندنا الأيتام أكيد كل الأيتام بناخذهم بصرف النظر من أي منطقة معنا، يعني المبرات هي مدارس مرحبة ومبرات مرحبة. موضوع أكيد المساعدات الاجتماعية كمان في لجنة متخصصة بالجمعية بتدرس الحالات الاجتماعية وتقدم مساعدات خلال شهر رمضان لهالحالات. في عنا مساعدات غذائية، في أحيانا بعض المساعدات اللي لها علاقة بالناحية الصحية، مساعدات لها علاقة بالمنح المدرسية حسب طبيعة كل حالة بعد إعداد دراسي عن ملف لها وإعداد دراسي اجتماعي عنها. موضوع الإفطارات كمان في عنا ضمن الأنشطة شهر رمضان هو موضوع هدايا العيد. كمان نحن يعني إظهار البهجة والفرح لليتيم خلال العيد، كمان نفتح المجال لتلقي هدايا العيد إن كان على مستوى مراكز جمعية بيروت أو بالمناطق، وهل الهدايا منهم يقدم أحد شيء عيني هدية يعني بيختاره بيقدمها اليتيم، أو ممكن مساهمة بمبلغ معين لشراء هدية لليتيم. فبنكون نحن تقريبا يعني ساهمنا ضمن إمكانيتنا وبالتعاون مع أهل الخير
في إكرام الأيتام في شهر رمضان المبارك. وأهل الخير كتار بهالبلد، واللي بيحب يساعد كمان إذا في حال حابب يعرف وين أول إفطار راح يكون وراح يصير. أول إفطار يعني صار أو مبارح يعني. نعم. يعني بس في عنا إفطارات بالمناطق ممكن بالمؤسسات مفتوحة. يعني بعد في إمكانية بأي مؤسسة من مؤسسات المبرات في بيروت ممكن التواصل وتأمين لقاء أو إفطار مع اللي بيرغب إنه يكون بالمبرة خلال هذا كيف الشهر. يتواصل معكم؟ من خلال يعني أول شيء مراكز الجمعية معروفة يعني موجودة على الويب سايت جمعية المبرات مؤسساتها، في عنا تليفون الإدارة العامة اللي ممكن يتصل فيه، نحن نحوله على المؤسسة اللي بيرغب شو رقم التليفون؟ 01-822-221 أو 03-210-316. لكن كثير منيح على 01 فيهم يتصلوا 822-221-8 أو 4-2-1 فيهم يتصلوا على 03-210-316 أي نوع من المستهدف يحب يقدمها. نعم. نحن أكيد نتواصل معه ونكون جاهزين لنستقبله. أكيد دايما الإنسان اللي بيصنع خير هو الإنسان اللي بيعطي من قلبه بدون ما يطلع شو عطى، كمان الإنسان اللي بيصنع خير هو الشيء الوحيد يلي ما بيغيب من بعد ما نحن نترك هالدنيا. هيدا الفعل يلي ممكن نكون عم نقوم فيه كإنسان وكإنسانية تجاه خينا، يمكن هيدا اللي بيدوم وهيدا الأفعال اللي بتنذكر بالخير وبالمنيح من بعد ما نرحل. شكرا لوجودك معنا أستاذ علي هيدوس مسؤول العلاقات العامة بجمع مع جيت المبرات الخيريه. كل التوفيق لكم ويعطيكم الف عافيه. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. وانت بخير، رمضان كريم. مشاهدينا فاصل علينا صغير ونرجع. مشاهدينا منتابع صبحيتنا نحن وياكم، برحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا مع شيفنا دينا سي. صباح الخير شيف. هاي شهادي، كيفك؟ الحمد لله. يعني بشهر الفضيل برمضان دائما بدنا افكار لسفره رمضان، دائما للافطار بدنا طبخات وافكار، وكيف اذا كان سوب لانه هي اساس كمان على مزبوط عادةً سفرتنا. صحيح، نحن عاده سلادات، سوبات، بلا برينسيبال، واكيد الانتريات اللي هن شيء اساسي، ودسير. هلا كل حلقه نحن عم نمرق شيء، فاليوم من السوبات اللي بعد ما عملناها نحن على الهواء شادي اللي هي شوربة البطاطا، بس مش البطاطا لحالها، يعني مع جزر، يعني بتكون لونها ميل شوي روزي اذا بدك. يعني اوكي، مثل الفان روزي اذا بدك. فطريقتها كتير هينة، كتير سريعة. وكمان هلأ بخلال الفقرة رح نحكي عن أفكار تانية غير أكيد. البطاطا والجزر شو معقولة يعملوا أشياء تشبهها بإنجريدينتس تانية. أكيد. أوكي. شفت احنا لشو بحاجة لحتى نعمل هالسوب مع الجزر والبطاطا؟ أوكي، فإذا كستيب 1 شادي، بما أنه الجزر والبطاطا ما بدهم كتير وقت حتى يستوى على النار. نعم. فمشان هيك أنا رح أطبخها كلها سوا مع بعضها، يعني مش رح أسلق البطاطا والجزر بطنجرة وإرجع أعمل آلية وأضيفها لألون، لا، نفس الطنجرة رح كون عم بلش بالقلية، رح قلي بصل، ضيف له الكرات والثوم، من بعد ما هيك حسن بلشوا يدبلوا ضيف الجزر، قلبتين ثلاثة كمان الجزر بلش يدبل منضيف له البطاطا، من بعدها بنغمر والبقدونس طبعا من بعد البطاطا كمان نخلطهم مع بعضهم، ونرجع نغمرهم بالمرقة. المرقة فيها تكون مرقة خضار، فيها تكون مرقة لحمة أو مرقة دجاج، هيدا بيرجع لكل ست بيت هي شو بتفضل. من بعد ما نغمرها بالمرقة بنتركها على النار حتى تبلش تفتح حبة البطاطا أو تستوي حبة البطاطا، ونحسها بلشت تخسر أو تسمك الشوربة. من بعدها ما حتتقدم هيك، بدنا نطحنها. من بعد ما نطحنها يعني بدها تكون كريمز شوي، منا سائل كليا يعني، ومش مش شقف كمان. صح مزبوط، يعني تشبه شوي اذا بدك شوربه العدس، رح تكون تشبه كمان شوربه البازيلا، البازيلا والبطاطا البوتار سان جيرمان، بتشبه كثير شوربتها نحكي عنهم. فاذا من بعدها هون بيرجع الاختيار لست البيت. فيها من بعد ما تكون طحنتها تعصر لها عصره حامض، تكون هيك على الطريقه الشرقيه شوي. إذا لا بدها تعملها على الطريقة الغربية، ساعتها فيها تضيف لها شوية كريم فريش. إلى جانبها ممكن نقدم كروتون، عم قول ممكن لأنه مع الشرق ما بنقدم كروتون، إذا كنا عم نعملها على الطريقة الغربية ساعتها بنقدم حدا كروتون معه. صحيح. اكسلنت. يلا خلينا ننطلق. كيف رح نبلش؟ فإذا مثل ما قلنا رح نبلش أول شيء، أول ستيب، أول ستيب اللي هي الآلية. هلا رح بتشوف شادي انه انا عم قلي بالزبده، بس هيدا الشيء ما بيعني انه ما فينا نقلي بالزيت. وكمان هيدا الشيء ما بيعني انه في نهائيا استغني عن الزيت، يعني في انا احط البصله رشلها رشه ملح صغيره، واذا كانت اكيد الطنجره تبعولي ضد الالتصاق ساعتها كون كمان عم بطبخ بلا فاتس نهائيا. اكسلنت.
بس نحن اليوم بس عم نطبخها طيب شوي بنكه يعني لما الواحد يحط هالامور. هلا انا عم بطبخها على الطريقه المضبوطه وهون وعم نعطي شو الافكار اذا في حال انتو بدكم تعملوها بلده. هلا كمان شادي فيها بتنعمل تسقيط، يعني كيف بدي اقول لك كيف تسقيط؟ يعني بنحط البطاطا والجزر بنسلقهم وبنضيف لهم البصله بتضيف لهم الكرات، يعني بتصير كانه عمليه سلق لكل الخضره مع بعض. أوكي. بس أوكي. اكيد النكهه حتختلف كليا، اكيد حتختلف، اكيد هيك عطيت، اكيد هيك اكيد هيك عطيت. فاذا اول شيء البصل شاف يلي مقطع مفروم ناعم مثل ما شايف شادي، كمية البصل اللي أنا حطتها كمية حرزانة لأنه اللي بيطيبها للشوربة بالنهاية الانجريدينتس تبعوا قليل، هن اثنين أساسيات من البطاطا والجزر، يعني إذا نحن ما كترنا القلية بقلبها النكهة ما بتحس فيها نكهة، بتحس أنك أنا عم تاكل يا بطاطا يا جزر. خليني هون شادي بهالوقت لبين ما كانت تقلت البصلة نعطيهم كذا إذا بدك طريقة مزبوط. بلشنا نحن لكن مثل ما قلنا البطاطا والجزر، هيدي الشوربه هي ذاتها اذا ضفت لها الكوسه كمان فينا نضيف لها الكوسه ونرجع نطحنها. بس قبل فيك تحط ملعقه رب البندوره او شويه بندوره وبتنطحن بتصير بوتاج جاردوري، يعني كانه شوربه خضره بس مطحونه، يعني نفس الطريقه بنكون عم نضيف لها مكونات ثانيه اللي هن الكوسه والبندوره. فينا نكون عم نحضر اللي هي الطريقه ذاتها بالاليه، يعني اليه بصل وكرات بنضافوا على القرنبيط من بعد ما نكون سلق نرجع نمرقها مره ثانيه طبعا، يعني وكمان فينا نعملها بالبروكولي، فينا كمان نعمل انواع ثانيه من الشوربات اللي هي كمان تنطبخ بنفس الطريقه مثل شوربه العدس، بس اكيد العدس المجروش بيكون مسلوق بنعمل قليه وبنضيفه له. العدس بيكون محطوط كمان معه بطاطا، كيف هون انا حاطه بطاطا وجزر هونيك بيكون بنكون حاطين عدس و والبطاطا، يلا خليني بس ضيف الكرات والثوم. غير شوربة العدس فينا نكون عم نعمل شوربة البازيلا، كمان بازيلا وبطاطا بدل ما يكون عدس وبطاطا، القلية نفسها. بس البازيلا شايف بدها تكون سوف يعني حبوب حب رح يبقوا فيها تنطحن. او كمان بتنطحن بدها تنطحن كمان وترجع تتقدم، هيدي البوتاج سان جيرمان كمان على الطريقة الفرنسوية. مثل ما شايف شادي انه بكل الخضره تقريبا فيك تحضر هالانواع من السوبات. هلا امتين انت بحاجه انك تعمل زبده وطحين على جنب حتى تخليها تسمك الشوربه، هو لما تكون الانجريدينتس تبعولها خاليه من النشويات. أوكي. يعني بحاله القرنبيط ما في عندنا نحن نشويات بقلبهم، فمشان هيك بنضطر نعمل زبده وطحين، وعلى الزبده وطحين بطحن القرنبيط مع ميته وبضيفه تدريجيا لها لحتى تسمك شوي الشوربه لحتى ما تطلع مي على الاخر. أوكي. البروكولي نفس الموضوع، فهون ست البيت هي بتصير اكيد تكون عندها فكره اي انواع من الخضار في بقلبها بدي الجزر شادي فيه. الجزر في بقلبها نشويات واي هون لا. هلا هون انا فرمتهم كثير صغار، هيدا الشيء ما بيعني انه اذا ست البيت ما انا جدت فرمهم كثير صغار ما بيمشي الحال، لانه بالنهايه بدها ترجع تنطحن. صح. بس الفرق انه كل ما كانت الحبه اكبر كل ما صارت بتاخذ وقت اكثر، فمشان هيك انا عملتهم صغار حتى يستووا معنا اسرع. هلا بنضيف البطاطا. البطاطا كل الكميه شاف اللي حضرتيها؟ ايه رح ضيفهم كلهم. نعم. هلا هون بدنا ننطر حتى يدبلوا بعمليه الطحن شادي. شايف اذا عندنا بطاطا مسلوقه بالبراد اوريدي فينا نستغلها لحتى نعمل فيها السوب او فيك لا؟ فيك اكيد تستغلها حتى تعمل فيها السوب، بتقطعها كمان بورسيونات بس من بعد ما يكون الجزر استوى. لا بتكون اوريدي مستويه. لانه اوريدي هي مستويه بنضيفها ودغري بنضيف المرقه ونرجع نطحن. ايه اكيد فينا نستهلكهم، حتى الجزر ايفن اذا كانوا مسلوقين كمان ما في بروبلم ابدا. حتى هون مثلا بدل ما تكون عم بتضيف كوسه فيك تكون عم بتضيف البازيلا، يعني فينا نخترع اللي بدنا اياه ونقدر نحصل على السوب
لطالبينا. اكيد في عنا السوب الونيو اللي هي شوربه البصل، الشوربه الشهيره. الشوربه الشهيره، وعنا السوب مع بري، مع يعني فينا نتفنن فيها. صحيح. وكمان شادي بتتذكر وقت عملنا انا وياك كمان شوربه البندوره. اكيد. فهون كمان نستغرب اوقات انه معقول في شوربه الكريم دو تومات او شوربه بندوره. ايه في شوربه حتى بندوره، حتى البامكن سوب كثير طيبه. البامكن سوب كمان كنت فاكره اني عاملها جماعه الجي. وفي عنا اكيد الشوربات الشرقيه العاديه مثل شوربه السبانخ، العدس بحامض، فينا نكون عم نقرق كمان العدس والسلق من ضمنها. فمشان هيك هلا كل مره رح نقدم شيء جديد. الاسبرج يعني في كذا. إيه؟ هلا في تفرع منيح. لقيتني الاسبرج. الاسبرج شادي كمان مثله مثل البروكولي، مثل ال بحاجه لرومه لحتى يسمك. مزبوط، بحاجه لرومه حتى يسمك لانه هو ما في بقلبه نشويات. فمشان هيك بنعمل زبده وطحين على جنب، بنضيف لهم المرقه تدريجيا. نحن عم نحرك بعدين روس الاسبرج بتخلون على جنب تتزينوا فيهم، والتيج تبع الاسبرج بينفرموا وبينضافوا لها. في حال هيدا عم بحكي المرطبين، اذا كان فريش بده ينسلق نرجع نشتغل فيه. يلا هلا كان شاف عم نضيف هلا شو؟ البقدونس. البقدونس. وشو منكون ضايفين لحديت هلا؟ هيك نرجع نعمل ريكابيتولاسيون هيد شوي. يلا. شو المكونات اللي صرنا حاطينهم لهلا؟ اول شيء بلشنا بقلية البصل، بصل مفروم ناعم. بس دبل البصل ضفنا له الثوم والكرات، من بعدها قلبناهم. من بعد ما نقلبهم بنضيف لهم الجزر المفروم ناعم. كمان من بعد ما ضفنا الجزر قلبناهم، ضفنا البطاطا كمان المقطعه بوتيدي، عم نقلبهم كلهم سوا حتى يدبلوا. مجرد ما دبلوا بنضيف لهم المرقه، فيها تكون مرقه دجاج، فيها تكون مرقه لحمه، وفيها تكون كمان مرقه خضار. هذا الشيء بيرجع لست البيت حسب شو في عندها هي على جنب. بنضيف لهم المرقه ونتركهم على النار حتى يستووا. على النار ما بدهم اكثر من ربع ساعه شادي، يعني حتى بس بعمليه الطحن ما يعذبوني، يعني حتى ياخذوا بعضهم. هلا كل شيء مندبلهم هون، كل شيء بدهم وقت اقل صار بعمليه السلق. من بعد ما يستووا بنجيب او بنحطهم بالمطحنه وبنطحنهم، او على الملاه وبنطحنهم، او فينا بالميكسر دايركتلي بينطحنوا. ومثل ما قلنا اذا بدي اعملها على الطريقه شوي شرقيه، في عصر لها عصرة حامض بالاخر من بعد الطحن. اذا بدي اعملها على الطريقة الغربية بنضيف لها كريم فريش. في حال كنا عاملين او ضايفين لها كريم فريش ساعتها بقدم الى جانبها الكروتو. يا هلا هون دبلوا رح ضيف لهم المرقة. المرقة هي اللي مجهزتيها بس خليني ملح شوي. ايه بيجيب لك. اذا كنتوا مستعملين مرقة جاهزة من السوق انتبهوا كثير منيح على كمية الملح اللي عم بتضيفوها، لأنه عادة بتكون مالحة إلا إذا أنتم جايبينهم بلا ملح. هون بدنا نزيد مرقة شيف كل الكمية أو غمرتهم؟ غمرتهم لا إيه مش كلهم. لا نضيف هلا؟ يعني هون بلشوا يدبلوا. بتخيل بعد شوي. بعد شوي. اوكي بعد شوي صغيرة. يلا هولهن. يلا. يلا هلا نتركهم على النار حتى يستووا، مثل ما قلنا بس يستووا بينطحنوا ومنضيف لهم او عصرة حامض او كريم فريش مش مع بعضهم. اوكي يا هي يا هي. بس اخر شيء بالمراحل النهائية. مزبوط. هون عم تحضري الكروتون شايف. مزبوط للكروتون. على طول شادي اذا ما كنا جايبين الكروتون جاهز منجيب البان دومي طري. لسبب معين انه ما منجيبه محمص، توست محمص، لانه هول الاطراف لما يتحمصوا بصيروا كثير قاسين. فمشان هيك بدي اتخلص منهم للاطراف تبعول البان دومي اللي على جنب. نحن بحاجه بس لللب يلي بقلبه. نرجع منقطعهم كيوبس. فينا نستفيد منهم لديسير او لشيء ثاني. في كثير اشخاص بيعملوا فيهم القشطه. القشطه المنزليه اكيد، وفينا كمان نكون عم نعمل فيهم عيش السرايا، بس انه هون بتكون مش للبرزنتاسيون مضبوطه. او
من بعد ما فينا نعمله بعيش السرايا تحت ما يبينه هيك صغار كثير تطحنها وبتمدها بتصير مثل مدلوقه شوي. اوكي هولي حلويات عربي خليهم لبعض في افكار. لا انا هيك لانه بتعرفي من باب انه لانه اكيد الاكل الحرام ينكب وفي صحيح يعني في ناس قاعده بلا اكل مظبوط فهيك نلاقي افكار نستغل كل إيه الاشياء ليفت اوفرز بالمطبخ اكيد. وهيدا الشيء على فكره شادي نحن بالفندقيه بنعلمه للطلاب انه نجرب قد ما فينا حتى بتركيب المنيو لما نركب منيو نجرب قد ما فينا نكون عم نستغل كل شيء ليفت اوفرز كل المكونات والليفت اوفرز صحيح يعني ما يروح ويست لانه كل هالويست يعتبر خساره اذا بدك ماديه ومعنويه. فاذا مثل ما شايف شادي عم شيل الاطراف شاف الكروتون ما بده ينحط له شيء يعني على ناشف متحمص هلا اذا كنا عم نعمله دايت ما بدنا كثير نزيد عليه طعمات ايه هيك مثل ما هو بتحمسه بس حتى ناخذ نكهه اطيب فيك تكون عم بتحط لهم رشه زيت زيتون مع رشه زعتر ودخلهم على الفرن بيطلعوا كثير طعمتهم اطيب او اذا بدك قد ايه بدهم وقت زعتر بالفرن اذا كانوا مع زيت او اذا كانوا بلا ما خص نفس الشيء ايه نفس الشيء هلا اذا فرنك بيدور من فوق ومن تحت بدهم تقريبا شيء 5 دقائق اذا حامل الفرن اذا الفرن بس من تحت او بس من فوق لانه هلا بتعرف الفران الجديد صاروا يا هيك يا هيك ساعتها بياخذوا وقت اكثر ديفنتلي يا هدخلهم على الفرن قد ايه حراره لازم تكون شايف تقريبا 180 مش اكثر اوكي اوكي نظبط الحراره تقريبا حراره 180 درجه كرمال الكروتون. بذكر كل المشاهدين شاف انه الاشخاص اللي ما عم يقدروا يلحقوا يحضروا الفقره مباشره فيهم يتابعوها عبر teleliban.com.lb واكيد صحيح. من خلال البيج فيسبوك بيج تبعنا هي وكل اللقاءات اللي بمروا بالبرنامج. يلا هلا هون شادي بلشوا يستووا بس بعدنا عم نشوف انه حبه الجزر بعدها الدنتي اذا بدك بعدها بتقرش فبدنا نخليهم لحتى يستووا هو تلقائيا بس يستووا بتشوف انت المي بلشت تسمك اوكي فمشان هيك بننطرهم شوي صغيره خلينا شيف نرجع معك نعمل هيك جوله سريعه على الانجريدينتس على كيف اشتغلنا هالسوب اليوم مع الجزر والبطاطا. اوكي ورح اعطي كمان ست البيت طريقه كيف تقدر تكون عم تعمل 3 شوربات بنفس الوقت، لان 3 شوربات بيشبهوا بعض. هذه وخاصه بهالفتره مهمه. صحيح يعني وكمان بيكونوا عم يلحقوا يحضروا اكل الافطار. مزبوط. خبرينا. فاذا ستيب 1 تحطوا طنجره في بقلبها بازيلا وبطاطا بتسلقوهم بالمرقه. نعم. الطنجره الثانيه بتحطوا بطاطا وجزر بتسلقوهم بالمرقه. الطنجره الثالثه كمان عدس مجروش وبطاطا وبتسلقوهم بالمرقه. اوكي صاروا 3 طناجر يعني 3 انواع شوربات. نعمل آلية بصل بنضيف لها الكرات بالزبده اكيد بنقلبهم 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 وبنضيف آلية على الاولى وآلية على الثانيه وآلية على الثالثه وبنتركهم على نار خفيفه حتى يستوى وحتى تفتح الحبه. انفا استوى كلهم سوا بنشوف نحن اصلا المي تبعولتهم بلشت تسمك بتطحنون فينا نكون عم نطحنهم هيك بالمطلق او بالمكسر الكبير مزبوط من بعد ما نطحنهم شوربه العدس بينضاف لها كريم فريش شوربه البازيلا والبطاطا بينضاف لها كريم فريش شوربه البطاطا والجزر يا حامض يا كريم هلا تنكسر نحط عصره حامض هون صحيح فينا نعمل هيك بيكون في اول اوبشنز افيلبل شرقي وغربي صحيح فهيك بتكونوا حضرتوا 3 شوربات بقليه واحده و3 شوربات بيشبهوا بعضهم اوكي هلا 3 شوربات تانيين اللي هن كمان بيشبهوا بعضهم اللي بيتحضروا بنفس الطريقه تقريبا اللي هن مثل ما انت قلت شادي الاسبرج اسبرج بده ينسلق بالمرقه او اذا كنتوا جايبينهم على بصر موضوع تاني ساعتها بنستعين بمرقه من برا عندنا البروكولي وعندنا القرنبيط العادي القرنبيط الابيض الثلاثه بدهم ينسلقوا بالمرق اوكي يعني 3 طناجر كمان وثلاثه بحاجه ل لدعيمه معهم لحتى تسمك صوص تبعهم صحيح فمشان هيك بما انه عم يسلقوا بالمرقه فستيب 1 اول شيء بننطرهم حتى يستووا من بعد ما يستووا بينطحنوا على المولان او على المكسر وبنحتفظ بالمي وبالبقايا تبع البروكولي والاسبرج والى اخره يعني بصيروا مي اذا بدك مطحونه بس رقيقه منا مي سميكه لانه ما فيهم نشويات على جنب كمان بصير كل طنجره بطنجرتها لانه ما بقدر ادمج الكل زبده طحين
بس ياخذوا بعضهم يعني رو بنفس الكميه بس ياخذوا بعضهم بنضيف مرقه القرنبيط شوي شوي عليهم نحن عم نحرك. طنجره الثانيه نفس الموضوع رو ابيض بنزيد ميه البروكولي نحن عم نحرك. والاسبرج كمان نفس الشيء بس بالنسبه للاسبرج رح تفزوا بالرؤوس بس لعمليه الزينه. الثلاثه بده ينضف لهم كريم فريش بالاخر وبيتقدم الى جانبهم كمان كروتو. هاو ست شوربه صاروا ست شوربه خلص شف شبعنا شوربه اوكي فهلا مرت اجينا نعطيهم بلا برينسيبال لكن الكروتو عم يخلص بعد بده 3 دقائق والسوب كمان عم نلاحظ مع المشاهدين انه عم تسمك شوي لانه عم تاخذ بعضها لحتى تكون جاهزه ل انه نطحنها. يلا بدها شوي صغيره بعد وبتصير جاهزه للطحن. هلا هون في كثير عالم بتحب مثلا ما تكون بس هيك بحبوها مع شويه رب البندوره. لما مجرد ما زدنا رب البندوره صارت تشبه شوي اكثر الشوربه الشرقيه الخضراء تبعونا نحن بنحضرها اوكي فهيدا صار شيء اوبشنال بس هي اساسا تتحضر بهالطريقه. شيف لما يبقى عندنا سوب لثاني نهار او ثالث نهار يمكن اوقات بس نسخنها يعني شو الانسب لحتى نسخنها باماري او لا فيها تتسخن بطنجره عادي؟ تتسخن بطنجره عادي بس حسب نوع السوب شادي لانه اذا كانت السوب مثل السوبات اللي نحن عم نحكي عنه مثل شوربه العدس وهيك بدك تنتبه انت عم بترخيها بالمي يعني إيه لانه بنحسها صارت اسمك اكيد ثاني نهار أكيد. على البراد بتصير سميكه كثير طبيعي تسمك مشان هيك بتضيف لها المي شوي شوي انت أوكي. عم بتحرك على النار ما تضيفهم فرد مره لانه هي بس تتعرض للنار رح ترجع ترخي شوي أوريت. بس هيدا الشيء ما بيعني انه ما انا بحاجه لمي فمشان هيك لانه كل شيء نشويات بيشربوا بيمتصوا وقد بيسوى الشوربه اللي فيها كريم فريش انه قد بتضاين بالبراد؟ هلا اذا بدك تخليها انت بالبراد يفضل انه الكريم فريش تنحط اون ذا سبوت يعني بس بدك تقدمها تنحط مش انه انا حضرت الطنجره وحطيتها بقلب البراد لانه الكريم فريش بتخليها انها تنتزع اسرع أوكي. من العاده اورايت يعني حتى لو بدنا نرجع نسخنها فيها تنضاف كريم فريش بعدين ما في مشكله اكيد اكيد هي اذا ضاين هي اذا ضاين اكزاكتلي لانه حتطلع سوبر طيبه وما ما حيبقى مين يخبر صحيح هو ولا مره بيضاين شيء انا عندي ما بعرف ليه او لك انا عم بطبخ قليل ما بعرف شايف لمين ما عم تعزمينا لا لمين وين عم بيروح الاكل؟ والله بكره عزمتك بكره يا ويلي بكره شو في لك لك هالعزيمه اللي اخر تك شيف بكره اي ساعه؟ عشيه 8 شيف شو؟ شيف تندم اذا ما بتجي طيب هلا بنحكي تحت الهواء شيف لكن اختصارا للوقت كمان يعني انا رح جرب اطحن بس مع انه بعد بدها وقت اكيد اوكي بس حتى نحكي عن البرنسيب شو هو هي بعد ما استويت كليا بس هيدا البرنسيب وعشادي زيح هلا هيدا اسرع شيء على فكره احلى اختراع عنده اكيد لاحظت كيف بلشت اللون بلش يفرق اكيد بتبلش تاخذ بعضها كمان ميكس الالوان تبع صحيح. الجزر والبطاطا والبقدونس وهون المدامات اللي عندهم ببيات صغار او اللي عندهم حدا كبير بالبيت عاده كثير بنعمل لهم سوبات لانه ما بيقدروا يلعبوا هيك فهيك كمان من الشوربات اللي اكثر شيء بتتحضر مفيده ومغذيه صحيح حتى بالاوبيتال بالمستشفيات كثير بيعملوا هالانواع من الشوربات فينا نكون عم نحتفظ شوي بلون جزر او بكم حبه جزر بقلبها شادي مش غلط ايه ما ضروري تكون يمكن عم تنطحن على الاخر صحيح او فيها تكون يعني مطحونه اكسترا حتى البامكن سوب شادي انت عم تقلي انت البامكن سوب كمان بتتحضر بنفس الطريقه بس بنضيف لها شويه بطاطا زياده تما تطلع كثير حلوه صحيح شوف يمكن ال شوف لي اياها خلصت الفرن زمر صار شيء تخيل بعد بدهم شوي شف بعد بدهم جاي حطها اون شادي بس ايه هون هون على اليمين اول كبسه فوق 100% مدار يلا هلا انا بجيبها هلب هون انطحنت الشوربه معنا وصارت ريدي
خليها تكون واضحة على الكاميرا. شفتها كيف سمكت شادي واخذت بعضها؟ روعة. بطلت مي. اخذت التكستشر يلي بدنا اياها للبرزنتيشن. نحن بس تذكر المشاهدين نحن ملحنا وبهرنا قبل الطحن. اكيد. اوكي. اكيد. هلا نحن عاملها على الطريقة الأجنبية، رح ضيف الكريم فريش لها. ومثل ما قلنا الكروتون بيتقدم الى جانبي. هلا مسكبه يكون عندنا برزنتيشن كامله مكمله شاف بالاخر. yeah. لكن هيدا شوربه جزر وبطاطا على الطريقه الاوروبيه لانه زدت كريم فريش بالاخر. شاف مزبوط. اللون تبعولها بسبب البقدونس ضرب شوي على خضار، فهون الاشخاص بيحتاروا انه هيدا جزر ولا بازيلا، يعني شوربة ال من اللون مزبوط. بس يدوقوا حتختلف بيعرفوا من الطعم لانه فيها شوي جوس يكري مثل مثل البامكن. اكيد اوكي، لانه جزر فيه سكر بتشهي. فوالا فينا رخيه قد ما بدنا. جديدة للافطار للسوب يلي هي اساس الصائم بيبدا فيها لحتى يكون هيك عم بدخل اكل على جسمه هين انه ينهضم بالبدايه على جسمه. فوالا اكيد الكروتون رح يخلصوا بيتقدموا الى جانبها. ثانك يو. ثانك يو لك شادي. سوبر يامي سوبر ايزي وعلى طريقتك روعه. نلتقى اي متى شيف؟ جمعه الجاي ان الله الله راد. سي يو نكست ويك. ثانك يو شيف نادين. مشاهدينا بريك بيفصلنا عن متابعه صبحيتنا مع ضيوفنا. نو زابينج، خليكم معنا. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا متابعين بلقائنا الصباحي. وطبعا بدي اذكر كل المشاهدين اللي عم بتابعونا فيهم يتواصلوا معنا عبر صفحاتنا الخاصه عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي رح تمرق باسفل الشاشه. صار الوقت نحكي نحن وياكم هلا عن جائزه ابداع بالشعر، تحديدا جائزه انور سلمان للابداع بدورتها الاولى لعام 2019 بمجال الشعر العربي، واللي حصل عليها الشاعر الفلسطيني تحديدا غسان زقطان. بصرني استضيف معي باستوديو دكتور زهيدة درويش عضو لجنة التحكيم لجائزة أنور سلمان للإبداع، والأستاذ سليمان بختي أمين سر مؤسسة أنور سلمان الثقافية. تنحكي أكثر عن هالموضوع. صباح الخير. صباح النور. يا هلا. يعني لما نحكي عن جائزة ثقافية وجائزة أنور سلمان تحديدا بتستحق أنه نتوقف عندها. بالبداية خلينا نعرف أكثر للمشاهد مين بيكون أنور سلمان. أنور سلمان أحد كبار الشعراء اللبنانيين المتجذرين في أرض لبنان، والذين رسخوا الانتماء الوطني والانتماء المواطني، والذين أنشدوا الطبيعة اللبنانية، وهو ولا شك من علم من أعلام الشعر. وقد أرادت المؤسسة من خلال تأسيسها أن يبقى أنور سلمان حاضراً لدى أجيال الشباب بشكل خاص. ما بعرف استاذ يعني بدورتها الاولى للسنه جائزه انور سلمان الثقافيه بمجال الشعر العربي، هيدي الجائزه نظمتها المؤسسه تحديدا. خبرني شوي عن هالجائزه وليش السنه حبيتوا تمنحوا جائزه انور سلمان تحديدا. جائزه انور سلمان هي منبثقه عن مؤسسه انور سلمان الثقافيه، وحبينا انه لنضيف للمشهد الثقافي والشعري في لبنان والعالم العربي ان يكون هناك جائزه تعطى لاحد الشعراء اللي ساهموا في اضافه نوعيه للمشهد الشعري والابداعي والثقافي في لبنان والعالم العربي. هذه السنه كانت هي الدوره الاولى، واجانا تقريبا ترشيحات من اكثر من يعني من لبنان والعالم العربي، اكثر من 85 ترشيح من مؤسسات ودور نشر ومجالس ثقافية وبلديات أيضا. رشحوا الشعراء اللي بيحسوا أنه هني هول جديرين بالجائزة، وبنفس الوقت يعني هالكم الهائل نحن بمعنى ما فرحنا أنه في هالتجاوب بالنسبة للشعراء في العالم العربي. هذا بدل أنه الشعر بألف خير. بألف خير. وحسينا أنه الجائزة يعني بلشت ينظر إلى كجائزة إلى مصداقية وإلى معنى وإلى رسالة. بهالإطار هذا من 85 ترشيح
اللائحة القصيرة كانت 25 ترشيح، وطبعا الترشيح كان قائم على مش عمل معين، على أعمال الشاعر اللي ترشح. وبالنتيجة اللجنة بعد مداولات وطلع أنه غسان زقطان هو كان اللي الأكثر واحد أخذ يعني إجماع تقريبا من لجنة الجائزة، وتعطى السنة بالفعل جائزة الإبداع الشعري للشاعر الفلسطيني غسان زقطان. خلينا نحكي أكثر معك أستاذ زهيدة بالنسبة للمعيار اللي اعتمدته لجنة التحكيم لاختيار الفائزين للحصول على جائزة أنور سلمان. أحد المعايير الأساسية كان أصالة التجربة وفرادة اللغة. بعتقد أنه غسان زقطان هو من الشعراء الذين طوروا تجربتهم الشعرية منذ أن بدأ، منذ البدايات. لغته الشعرية تتميز باستعمال فريد للمفردات، يعني هو يستطيع أن ينطلق من اليومي، من تفاهة العادي، وأن يحول هذه التفاهة أو هذه العادية إلى مادة شعرية. أساس هذا التحول هو معاناة الشاعر. استطاع غسان زقطان أن يعطينا نوع من ما أسميه غنائية جديدة، أي أنه يكتب ذاته، ولكن هذه الذات هي في تفاعل مع المحيط ومع الحياة اليومية. المعيار الثاني كان التزامه بالقضية الفلسطينية، وهو التزام من نوع آخر. يعني نحن بنعرف أنه القضية الفلسطينية كانت دائما حاضرة بالشعر العربي من خلال منظور إيديولوجي سياسي. اليوم عم تحضر القضية الفلسطينية عند غسان زقطان من خلال الإنسان، من خلال الشجر، من خلال البيت، من خلال الجد، من خلال الجدة، من خلال القصص الشعبي. إضافة إلى ذلك هناك صدق كبير في هذه التجربة، لأنها مرآة لهذا الزمن المنكسر، الزمن العربي المنكسر. تشعرين وأنت تقرأين دواوينه بنوع من سوداوية، هذه السوداوية ملاصقة تماما لما يحصل في العالم العربي من شعور بالخسارة، ولكن هذه السوداوية يتفجر منها عند القارئ مزيد من التمسك بالأرض، بالقضية، بالوطن، وشعور بضرورة الاستمرار. فبعتقد أنه هالعنصرين، يعني العنصر التجديد في اللغة وفرادة التجربة وأصالتها، إضافة إلى تجديد باللغة من أي ناحية؟ عنده كتير شيء اسمه الانزياح اللغوي، يعني يستعمل الكلمة العادية وإنما من خلال ربطها بسياقات أخرى، هناك مدلول آخر أو دلالة أخرى تنتج عن اللغة. هلأ هالشيء ينتج عنه في بعض الأحيان نوع من الإبهام، يعني هو في وضوح ولكن وضوح ممتزج بالإبهام، ربما لأن في نوع من منحة سريالي ببعض الصور ببعض الدواوين. المشاركة كانت عن دواوين شعرية ولا عن قصيدة شعرية؟ لا، عن مجموع الدواوين الشعرية. يعني شو كان الديوان بيحمل عنوان لغسان؟ مجموع الدواوين، يعني أنا شخصياً الديوان اخترته مجموعة. أنا شخصياً الديوان اللي أثر فيني كتير هو سيرة بالفحم. حلو كتير. حتى عنوانه سيرة بالفحم معبر جداً. وفي قصيدة بقلب الديوان كتير حلوة تنطلق من قلنا أنه ينطلق من اليومي، هو شاف في صورة بورتري على الحيط مرسوم بالفحم، هالبورتري أعادوا إلى كل عالم الطفولة، يعني الأسرة، البيت، المحيط. ففعلا يعني في صدق كبير بهذه التجربة. ألف مبروك لغسان زقطان. مبروك لغسان زقطان جائزة أنور سلمان للإبداع العام 2019. للي قالته الدكتورة زهيدة انه تجربه غسان زقطان الشعريه اللي بتشمل كل اعماله الشعريه لحد هلا تجربه شفافه الحقيقه وجديره انه بان تكون يعني موضع انتباه وتقدير من النقاد والباحثين وايضا الجوائز الادبيه. ثانيا انه هو ظل مرتبط بالمنجز الشعري الحداثي، يعني
ما تخلى عن هالتراث العظيم. ثالثا ضل مرتبط بالموضوع الفلسطيني، ولكن ما ليس من زاوية الشعار السياسي أو الأيديولوجيا، ولكن من زاوية الأمكنة والأزمنة والحالات والتفاصيل الحياة اليومية. وعدا أنه لغته كانت لغة بالفعل مشرقة، لغة مفتوحة على التأويل، مفتوحة على الاكتناز إذا بدك اللغوي اللي معروفة فيه لغتنا العربية. من هون نحن منحس أنه يعني الجائزة بمعنى ما تسعى إلى مبدعيها مثل ما المبدعين يسعون إلى الجائزة. إذا امتلكت الجائزة بالطبيعة يعني مصداقيتها وصدقها وكون أنه تحمل رسالة إلى المشهد الثقافي الشعري الإبداعي في لبنان والعالم العربي. نعم. هذا الواضح كمان أنه فلسطين موجودة، لازالت موجودة ضمن الدول العربية، والعودة لفلسطين هذا الأصل يمكن. يعني قضية فلسطين قضية جوهرية يعني بحياتنا وبالعالم العربي. نعم. ومش بس بالمعنى السياسي، ولكن أيضا بالمعنى الإنساني. صحيح. والمعنى الظلم اللي عم تعرض لشعب من الشعوب الشعب العربي يعني. وكمان بدي أضيف أنه كمان جائزة أيضا منحت هذه السنة لعملين رح نحكي عنهم. ايه بس قبل ما اوصل لهذا العملين بدي احكي عن الترشيحات اللي صارت بالنسبه للمشاركه بجائزه انور سلمان للابداع العام 2019 من مختلف الدول العربيه. صحيح. كانت الترشيحات مثل ما ذكرت من شوي بمجال الشعر وبمجال الشعر المتكامل مع الموسيقى. صح؟ مع نعم. يعني حتى يعني كان في سديات مرفقه يمكن مع الدواوين الشعريه حتى تكون الصوره اوضح واشمل. هلا اذا بتحب تفضل حتى نحكي عن الجائزتين الاضافيه اللي يعني هن للمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني وغادر الرحباني عن أعمالهم الشعرية والموسيقية. صحيح. صحيح. نحن يعني السنة هاي الجائزة تقريبا كانت قسمت إلى قسمين. جائزة الإبداع الشعري لغسان زغطاب مثل ما ذكرنا، وجائزة الإبداع الشعري المتكامل مع الموسيقى. يعني مثل ما صار بالنسبة مع أسامة وغادر الرحباني، وخصوصا في عملين توقفت عندهم اللجنة اللي هن بغني لك يا وطني لأسامة، اللي هو بالفعل ضوى على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئوية والثقافية بلبنان من خلال أغنية، وهالتردي اللي عم بيصير بالأحوال. وكمان في عمل تاني اللي هو الربيع العربي، كمان اللي صار فيه إضاءة على وضع العالم العربي اليوم وكيف عم بيواجه تحدياته على كل المستويات، يعني خاصة التغيير بمعنى التغيير السياسي والتغيير الاجتماعي. وطبعا أنه سيرة أسامة وغادر الرحباني بأعمالهم السابقة كمان بتودي إلى محل أنه هن عندهم التزام، عندهم رسالة إلى المجتمع، عندهم رؤية معينة بتخليهم يعني بيصوبوا على جوهر كتير مهم بحياتنا على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي. نعم. يمكن تحية هون منوجهها كمان لغدية وأسامة الرحباني، وقال الرحباني دايما مبدعين بكل عمل بيقوموا فيه، يعني مش قليل عليهم أبدا هيدي الجائزة وجوائز كتير بيستحقوها. خليني فوت شوي أكثر على سر جائزة أنور سلمان للإبداع، شو اللي بيميز هالجائزة تحديدا عن بقية الجوائز اللي منشوفها؟ هلأ بتعرفي أنت أنه الجوائز اليوم بالعالم العربي يعني أول شيء صارت في كتير شوي فيها شوي تهافت، وجوائز بلبنان منا جوائز كتير يعني منا كتيرة بلبنان، ولكن هذه الجائزة بالتحديد تتمتع بأولا بكون أنها مرتبطة بأنور سلمان الشاعر المبدع واللي عنده مكانة مهمة بالعالم العربي بلبنان والعالم العربي، وأنه شاعر لم يكن يسعى إلى الإعلام وإلى اسمه، كان يشتغل على تجربته أكثر، يشتغل على المضمون تبع التجربة. مشان هيك تستوحي الجائزة هاي من هالمعاني أن تكون جائزة عندها مصداقية، أن تكون جائزة تعطى بالفعل للمبدعين الحقيقيين، ثالثا أن تكون موضع نظر وانتباه بالنسبة للشعراء العرب والشعراء في لبنان. وهذا اللي بيخليها دائما أنه يعني حاضرة وبنفس الوقت تستقطب إذا بدك. ونحن بالفعل لم نتفاجأ أنه كان في 85 ترشيح، بس حسينا أنه في نظرة إيجابية، وكانت بالفعل يعني تقابل بنفس المستوى من مؤسسة أنور سلمان أو من الجائزة أنور سلمان. حسيت في عندك مداخلة دكتور زهيدة درويش، حبيت على الأعشي بدي نضيف بما يتعلق بما تتميز به الجائزة. يمكن أنه يعني فتحت مش بس على القصيدة المكتوبة، على القصيدة المتكاملة مع الفنون الأخرى، يعني مع الموسيقى
ومع الرسم، يعني حتى مع الرسم. نعم. وهذا توجه اليوم بكل العالم نحو وحدة الفنون. يعني احنا بنعرف انه الفن واحد بتجليات مختلفة، هي تنويعات. نعم. على هذا الجوهر المتماسك. بما يتعلق بغدي وأسامة الرحباني، أنا بحب ضيف على اللي قاله أستاذ سليمان، أنه هذه كمان تحية لشجرة متعددة الأغصان والعطاءات متجذرة في الأرض، لدرجة أنه صاروا بيت الرحباني يمكن القول أنهم يختصرون الوطن. حلو كتير. يعني الفن هو إبداع بحد ذاته، هو عطاء من القلب، من الإحساس ومن الفكر الإبداعي اللي بيمتاز فيك الفنان. بختام لقائنا بدي أذكر أنه الاحتفال الكبير لتسليم الجائزة رح يكون إذا الله راد الشهر القادم بحزيران. بحزيران. نعم. بالنصف الثاني من حزيران. نعم. وين رح يصير وكيف عم تكون التحضيرات؟ نحن الحقيقة بعد يعني عم نتداول بالنسبة للمكان، بس الأرجح يكون باليونسكو. نعم. وطبعا بدي يكون في بحضور اللي نالوا الجائزة وبحضور يعني كثير من الناس المهتمين بالشأن الثقافي بلبنان وبالعالم العربي، وتكون أيضا مش مجرد بس أنه هي جائزة، هي لقاء حول قيم الثقافة والحرية والإبداع في لبنان والعالم العربي. مهمة الجائزة أن تفتح هذا الباب أمام الجميع، أن تفتح الإمكانية لحتى المبدع يقابل بتحية مثل ما قال الدكتور الزهيدي، أو بسلام أو بتقدير للشيء اللي عم بيعمله. الجائزة راح تكون كنية عن منحة تكريمية مالية. مالية وبنفس كمان رمزية معنوية، في يعني حيكون في بوستر بالنسبة لل رمز للجائزة بيتقدم كمان للمبدع اللي نال الجائزة. نعم. ألف مبروك لغسان زقطان الشاعر الفلسطيني، ولغدي وأسامة الرحباني عن الشعر المتكامل مع الموسيقى. أكيد بدي أتمنى لكم التوفيق بمسيرتكم، وطبعا أهلا وسهلا فيك دكتور زهيدة درويش، عضو لجنة التحكيم لجائزة أنور سلمان للإبداع، والأستاذ سليمان بختي أمين سر المؤسسة مؤسسة أنور سلمان الثقافية. يا هلا يا هلا. مشاهدينا رح نروح لبريك قصير ومن بعدها بنرجع. مشاهدينا منتابع صفحيتنا نحن وياكم، بذكركم انه عم نتشارك من خلال الفيسبوك بيج وايضا من خلال www.teleliban.com.lb. تابعونا على السوشيال ميديا حتى دائما نكون على تواصل نحن وياكم. منتابع لقاءاتنا الحوارية. الفنان جورج خباز كان حاضر بالجامعة اللبنانية، لقاء في فن، في ثقافة، في علم، في من حضوره، وأيضا الكوريكولوم يلي عم تقدمه الجامعة بقسم اللغة الفرنسية وأدبها بالفرع الأول. حتى نحكي أكثر عن هالإيفنت يلي كمان شفنا ريبورت على الهواء وناخد تفاصيل إضافية، بصيرنا استضيف معي بالستوديو أستاذة مساعدة بالجامعة اللبنانية بقسم اللغة الفرنسية وأدبها بالفرع الأول دكتور كارول مدور. دكتور صباح الخير. بونجور. شو أخباري؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. دكتور كارول يعطيكم ألف عافية. ماشي. شفنا ريبورت هذاك النهار، وهلا رح نحكي بكل التفاصيل عن لقاء الفنان والمخرج والممثل جورج خباز، ولكن رح نطلق بالبداية لحتى شوي أحكي معك عن الاسم، اسم اللغة الفرنسية. نعم. وأدبها بالفرع الأول، خبريني شوي بأي نطاق عم تشتغلوا، أدي اليوم الكوريكولوم عم بيكون قريب من الطالب حتى هيك يواكب عصر السرعة يلي عم نعيشه؟ هو أول إيفنت بيصير بالمسرح، يعني أنا بعلم مادة المسرح، ومشان هيك حبيت أنه الطلاب يخوضوا هذه التجربة اللي مش صايرة قبل، لأنه نحن أصلاً القاعة اللي مثلوا فيها الطلاب هي قاعة مؤتمرات مش مسرح. نعم. وحبيت فرجي كمان أنه المسرح هو مش بس نص، مش بس جانر ليترير، نوع أدبي، هو كمان بينعرض، يعني سانار دو سبيكتاكل. طبعا. وعلى كل حال المسرح فيه من البسيكولوجي، فيه انعكاس لحياتنا، فيه من كل هالامور يلي حضرتك بتعطيهم بالصف. اليوم لما نحكي عن المسرح اللبناني بنحكي عن الفنان، عن المخرج، عن الانسان الاستثنائي جورج خباز، مشان هيك وقع الاختيار عليه، وخبرينا شو خصوصيه انه يكون جورج خباز معكم بهذا اللقاء؟ نحن كان لنا الشرف نستضيف بكليه الاداب والعلوم الانسانيه الفرع الاول
المبدع جورج خباز اللي مسرحه بيوصل رسالة كتير عميقة بطريقة لايقة فيها كتير بيان سيانس ومؤثرة، وبتخلي المشاهد يفكر بالواقع المر وينتبه على هالعيوب والديفو اللي نحن أيام ما منقشعون، والمسرح بفرجينا ياهون طبعاً. والمسرح بحب ذكر كلمة تياتر جاية بالإتيمولوجي غريك من كلمة تياماي اللي بتعني جو روغارد بتفرج، وتياترون كمان بتعني لو ليو او اون روغارد. فالمسرح هو مكان منقشع فيه هالعيوب وهالأوجاع اللي طبعاً وهي انعكاس ساميروار، يعني صحيح هو مراية ومراية جروسيسانت بتفرجينا القصص، صورة بتكبرها بواقعية عن المجتمع. مزبوط. خاصة بالمسرح كمان البروسينيوم أرك اللي هو الفورث وول يلي بيوصلنا مع الجمهور. مزبوط. يلي بخلينا نتواصل بهيدي الطريقة. اليوم الهدف من هيدا اللقاء أدي ضروري مع الطلاب، أدي أساسي بالكوريكولوم بالتعليم، وشو كان الهدف الأساسي؟ ليه عملتوا هالإيفنت بهالتوقيت؟ نحن عملنا هالمسرحية واللقاء لهن كمان الطلاب يشاركوا يعني بالمسرح، يقدروا يخوضوا تجربة المسرح، يكون لهم دور ويفكروا يعرفوا أنه المسرح مش بس برجع بقول مش نص، لازم يطلعوا هن على المسرح ويجربوا يفوتوا بالشخصية. عم نشوف الطلاب عم نشارك هيك ببعض المقتطفات من تصويرنا لهالإيفنت. خبرينا شوي عن العمل المسرحي، خبرينا عن الطلاب كيف اشتغلوا، كيف البروجين شغل لحتى تقدم هالمسرحية، سكتشات مجمعة أو لا عمل كامل متكامل؟ بلا، هن سكتشات مجمعينون مقتبسين من مسرح جورج خباز والشعر تبعه. نعم. وكمان كان في تكست من الأدب الفرنسي لمارغوريت دوراس، لبليس باسكال ولا ألبير كامي. كيف جمعتون؟ بأي إطار لحتى يكون في كونتينيوتي بالعمل؟ أنا جمعتون، اشتغلت، بلشنا من إذا بدك من نوت تراجيك أهر كلنا على الوطن اللي هو بوام لجورج خباز، وكملنا من مسرحياته. منشوف انه التياتر هو بيوصل صوت واحد طبعا، سي ان تياتر دي موند، يعني تياتر موندي مثل ما بيقولوا. صحيح. وكيف كان انطباع جورج خباز على هذا الموضوع، يعني لما شاف شغله عم يتكرم بهذه الطريقه من طلاب هن اماتور على طريق الاحتراف على طريق العلم، شو كان الفيدباك تبعه؟ شكرهم كثير وقال لهم اوعى توقفوا، هن ما بدهم يوقفوا ابدا. اكتشفت عندهم انا اصلا حب للمسرح هلا، وفاتحين جروب دراماتورجي خبازيان ليقدروا يتواصلوا فيه كرمال التمرين، ومع بالهم يسكروا بقى للجروب، بعدهم بسمعوا ادوارهم عليه وبيسالوني ايمتى رح نرجع نعمل مسرحيه ثانيه. وعن جد انه يمكن هالقد كان انطباع المسرح، يمكن كان لاول مره بمثله، واكيد اشتغلنا كثير على الادوار، على الشخصيه، على الوقفه على المسرح، على الصوت، على الاكسبرسيون دو فيزاج، كل شيء كان. شو كان التحدي بهذا العمل؟ لانه انتم عم تشتغلوا عمل لجورج خباز اللي حاضر معكم، بنفس الوقت عم تاخذوا مقتطفات من اعمال لإله، يعني عن جد في صعوبه انكم تشتغلوا هذا الموضوع. ايه، هن كانوا كثير خايفين الطلاب انه كيف بدنا نحن نمثل قدام عظمه جورج خباز، وهو فات قبل العرض لعندهم على الكوليس وحكي معهم وشجعهم وقال لهم ما تخافوا، اذا في اكيد في هيبه المسرح، بس اذا نسيتوا شيء ما عليه، كملوا، ما حدا بيعرف. اعطاهم التيبس تبعه، اعطاهم هيك السيكرت انجريدينت كثير قبل ما يطلعوا. وانت كيف لقيتي بين انت اللي ويكبتيهم بين تحضير العمل بين الريهرسل يلي صارت ستيب باي ستيب؟ اكزاكتلي. سو كيف لقيتيهم؟ انا كمان مثلت معهم ولا مره مثلوا، انا ممثله ديجا كنت، انا اكتشفت كمان موهبتي بالمسرح والغنى بالجامعه اليسوعيه محل ما درست مع بروفيسور جيرار بجان اللي كان عندي اكسبوزي معه بالتياتر كلاسيك. نقيت انا مش الاكسبوزي التيوريك، اخذت البراتيك، اخذت ميزانسين دو فادر لراسين، وهون
هو اكتشفني وانا اكتشفت حالي ومثلت معه بكثير مسرحيات منهم على مسرح مونو بال2003 لي بويت مودي، لحنت شعر لارتور رامبو لو باتو ايفر وغنيته ومثلته، كان الادوار الرئيسيه، كنا عم نعرض على جمعه. ورجعت كمان مثلت بال2010 بجوتيم لجيرار بجاني كمان، غنيت بدو تابلو باربارا دي كان ريفياندرا تو، غني لا باربارا و لا شانسون دي فيو زامان لجاك بريل. ضروري انه يعني الاستاذ او الجامعه او المدارس انه تكتشف هالمواهب، لانه الفن هو بهذب اكيد كل واحد بحاجه لفرصه. اداء على المسرح مع الطلاب بالتحضيرات بهالستيب باي ستيب بروسيس يلي اخذتيهم فيه بهالرحله يلي وصلتوا فيها للبرفورمانس بالاخر، كيف لقيتيهم نضجوا وكبروا؟ كيف وصلوا على البرفورمانس فينال؟ كيف وصلوا؟ يعني انا مش متخيله يعطوني هالقد بنهار الترومي نهار العرض. هن وعدوني انه رح يعطوني كل شيء عندهم، سبقت بارفي قالوا لي، لانه انا دائما بقول لهم بدي البرفكسيون، كنت قاسيه معهم يعني انا، بس وصلنا يعني. قلت لك اشتغلنا على كل شيء، وهن كمان كانوا عقد الحمل. عقد الحمل. دكتور كارول مدور، استاذ مساعد بالجامعه اللبنانيه قسم اللغه الفرنسيه واداب الفن الاول، شكرا لك. موفقين مش بس بهذا الايفنت، لان كان اكثر من ناجح، ان شاء الله بالايفنتس اللي جايين، وكمان على صعيد التعليم ان شاء الله هيك هالانتر اكشن تبقى لحتى نبني جيل مثقف، جيل واعي، جيل هيدا جيل المستقبل. على كل حال اهلا وسهلا فيك. بشكر تيلي ليبان لانه غطيتوا الحدث، وبدي اشكر كمان مديره الكليه الاداب والعلوم الانسانيه البروفيسوره باد يا مزبودي على كل شيء عملته لينجح. اكيد لكل القيمين نوجه لها تحيه، وكل الاشخاص اللي اشتغلوا وللطلاب دكتور خانم المصري ودكتور وفاء درويش لان وقفوا حدي كمان. اكيد كل الطلاب بهنيهم وبقول لهم اكيد رح نكمل وبحبهم كثير. دفنتلي وهن اكيد بيموتوا عليك اذا هيك عندهم استاذه بالجامعه نيالهم. ثانك يو دكتور كارول مدور، بتمنى لك نهار حلو، ويكند حلو كمان. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بريك بيوصلنا على المتابعه صبحيتنا نو زابينج، خليكم معنا. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا متابعينا بلقائنا الصباحي، وهلا صار الوقت نضوي اكثر على تناغم فعلي بيكون موجود بين اهل وطن واحد، بيعطوا من قلبهم، بيشعروا مع بعضهم، وبنفس الوقت بعد عمليه تحرير لوطن تنكون نحن فعلا ايد وحده ومتكاملين. منطقه حصبيه هالمنطقه اللي حبت تستعيد وجودها على الخارطه اللبنانيه، بدنا نحكي نحن وياهم اكثر اليوم عن مشروع بهم الكتار اللي هو مع مؤسسه تعطي من قلبها، مؤسسة الخليل الاجتماعية بحصبية. من هيك بصير استضيف زاهر غصن المدير التنفيذي لمؤسسة الخليل الاجتماعية لنحكي عن نشاطاتهم يلي ناطرتنا. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف المشاهد شوي عن منطقة حصبية، هالمنطقة يلي عانت لسنوات من أزمات عدة، إن كان أهلها وإن كان كموقع استراتيجي. منطقة حصبية اللي هي تشمل حصبية مرج عيون وصولا لحدود بنت جبال، يعني من حدود رشية لحدود بنت جبال اللي بيسموها منطقة الحزام، هي منطقة كانت محتلة لمدة 20 سنة. ضمن هيدي العشرين سنة خلال هاي الفترة طلعت حصبية من الخريطة اللبنانية وبطلت موجودة بالنسبة لمعظم اللبنانيين، واللي بيطلع على حصبية وبتمنى الكل يطلعوا هون بيشوف هيدي المنطقة هي عن جد لبنان المزبوط اللي كان موجود من زمان واللي كنا بنعرفه، وهي منطقة تعايش، لأنه العالم لقوا حالهم أنه ما قالهم غير بعضهم، فما بتعرفي شيء اسمه طوايف، ما بتعرفي شيء اسمه مذاهب، ما بتعرفي شيء اسمه أي حزازيات، الكل بيحبوا بعضهم. ولكن بنفس الوقت كان في حرمان كتير كبير، وبعد التحرير الدولة ما رجعت، فصار الدور كله للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، واليونيفيل بيساعدوا كمان فوق. فكانوا العائلة الكريمة بيت الخليل هن اللي عم بيساعدوا الناس فوق بطريقة مباشرة، ومعالي النائب أنور الخليل كان عم يفتح بيته كل نهار سبت، العالم تطلع بتطلب منه وبيساعد، إيده ممدودة للكل وما بيميز بين حدا.
فارتقوا انه ينظموا هيدي المساعدات ضمن مؤسسة اللي هي مؤسسة الخليل الاجتماعية. نعم. اللي تأسست بسنة 2003 ما بعد التحرير. ما بعد التحرير. نعم. صحيح. شو أهدافها للمؤسسة؟ عندها ثلاث محاور أساسية مؤسسة الخليل الاجتماعية. المحور الأول هو تمكين المرأة والشباب، والمحور الثاني هو تحسين أو تطوير التعليم، والمحور الثالث هو الاندماج الثقافي أو cultural integration. نعم. لأنه أهل حسبية صاروا مهمشين وبعاد كل البعد عن 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 باقي لبنان. يعني إذا بتسأليهم عندهم منطقتين، بيروت والشوف، هو هن لبنان كله بالنسبة لهم. يعني إن هن بالجنوب وعندك يا بيروت يا الشوف، ما بيعرفوا أي محل تاني. فنحن حبينا نعرف اللبنانية كلهم على حسبية وعلى أهل حسبية اللي هن من أطيب الناس، واللي هن بعدهم فيهم هيدي الخامة الطيبة والمحبة الصافية اللي كانت موجودة، اللي منعرفها بلبنان اللي هو عن جد لبنان. يعني كيف اليوم مؤسسة المؤسسة عم تدعم الشباب وتمكنهم أكثر بمجتمعاتهم؟ نحن عم نبلش من الطفولة. إذا بدك عم نبلش ندعم المدارس، عم ندعم المهنيات. في عنا منح جامعية للجامعة اللبنانية للأيوبي للأليو، وعملنا تعاون جديد مع جامعة الأميو بأس عبر منح جامعية، عبر ندوات، عبر برامج تدريبية كتير حلوة يعني. وبتمنى انه تطلعوا تصوروا فوق كمان، ندعيكم من مؤسسة الخليل. من واجبتنا على كل حال. اللقاء التشاوري والتشاركي يلي صار مع جمعية حماية يلي تعنى بحماية الأطفال. صحيح. من العنف الأسري، كيف كان هيدا اللقاء التشاوري وشو التوصيات يلي خرجتوا فيها بعد اللقاء؟ كان لقاء تشاوري جيد، هو كان لقاء تعارفي أكثر. والتوصيات اللي خرجنا فيها غير انه عملوا ضوء على المشاكل اللي بيتعرضوا لها الاطفال بالبيت ولا بالمدرسه، وخرجنا بما انه منطقه حسبية منطقه شوي متباعده متراميه الاطراف، اتفقنا انه نعمل ندوات متفرقه على المدارس وننقي كل فتره مدرسه ونبلش نعمل التوعيه بدءا من المدارس. المدارس وين تم انتقائهم؟ بالمنطقه فوق؟ بالمنطقه فوق. نعم. بداتوا بمدرسه معينه لهلا؟ لا، نحن هلا عم ناخذ موعد معهم. نعم. عم نشوف بعض الصور قبل ما هيدي نشوف من الصور. عم تاخذوا موعد مع مين؟ مع اي مدرسه؟ مع حمايه، مع مدرسه حسبية الرسميه للصبيان. البدايه رح تكون معهم. صحيح. تفضل. هيدي الصور من بعض النشاطات اللي بتقوم فيها مؤسسه الخليل الاجتماعيه. صحيح. بحسبية تحديدا، هيدي مونة حسبية؟ صحيح. في مؤسسة الخليل مع الخليل الكرام دعموا تأسيس جمعية اسمها مونة بيتي. اللي هي عبارة عن مجموعة من السيدات، عملوا لهم دورة تدريبية على امتداد سنة. نعم. وبعدين أسسوا لهم معمل، وهذا مثل ما شايفين هيدا دار حسبية. اللي بنوه كمان بيت الخليل وقدموه لأهل حسبية لكل مناسباتهم، بيستعملوه مجانا. نعم. مونة حسبية للسيدات، هيدا المعمل يلي تأسس. المعمل يلي تأسس، وهلا قدمنا أسسنا لهم جمعية كمان. نعم. لحتى يصيروا ضمن نطاق رسمي. هيك بتكون عم بتمكنوا المرأة أكثر. صحيح، هيدا جزء من تمكين المرأة. نعم. وكمان نحن طلعنا جمعية اسمها ريف. بيعملوا تدريب للنساء لحتى يحضروا كيفية تحضير الطعام، كيفية تحضير الأكل الصحي ضمن معايير معينة مقبولة عالميا، يعني لحتى يقدروا هن كمان يطلعوا من هيدا الانتاج للعالمية أكثر. نعم. لأنه عم نحاول نسوق لهم. بما أننا عم نحكي عن البرامج يلي طعنا فيها مؤسسة الخليل الاجتماعية، خلينا نذكرهم كلهم. يعني بالبداية حكينا عن مونة السيدات أو معمل المونة. من بعدها شو في بعد بتعلق بالسيدات؟ من ضمن تمكين المرأة كمان. نعم. نحن عم نعمل لهم صفوف يوغا. نعم. في ثلاث مدربات عم بدربوا. يعني عم تعطون دروس باليوغا؟ صفوف يوغا كمان. هيدي بتعرفي بيعمل راحة نفسية وصفاء ذهني نوعا ما. من ضمن برامج دعم التعليم أو دعم التلميذ إذا بدك، عم نعمل صفوف موسيقى. ورح نأسس فرقة مؤسسة الخليل الاجتماعية الموسيقية وكورال مؤسسة الخليل الاجتماعية. تأسيس فرقة الخليل الاجتماعية الكورال يعني؟ بحل عم نأسسها، بلشنا قلنا تقريبا شهرين يعني. بالدروس الموسيقية
عندنا ثلاث أساتذة عم بيدربوا كمان بدار حسبية. نعم. وعم نتابع معهم للدراسة الثانوية، بنعمل لهم برامج تدريبية عبر عدة جمعيات من ضمنهم جمعية نوايا اللي هن بيدربون على حس الريادة. وبيختاروا بيطلعوا بيعطون تصميم إبداعي، من التصميم الإبداعي بيطلعوا بحلول لمشاكل موجودة بالمنطقة، بيحولوها إلى مشاريع، وهيدي المشاريع تقدم قدام لجنة من جمعية نوايا وبينقوا منهم مشاريع. نحن عملنا أول، خلصنا أول حلقة، أول برنامج يعني أول سيشن، نجح 11 مشروع، وهلأ بلشوا يتابعوا معهم وعم بيمولون يعني خير. هيدي بتخلق من الشخص هو مؤسسي بحد ذاته. عدا عن إعطاء منح للطلاب لدخول الجامعات، منح الطلاب هني أكيد بيتوزعوا مبالغ مش هينة يعني، بيتوزعوا سنوياً، ندعم الجامعة اللبنانية، نحن طلاب الجامعة اللبنانية بمنطقة حسبية. نعم. المنح عم بتكون لدخول الجامعة اللبنانية فقط؟ لا، المنح في عندك أربع جامعات حالياً متعاقدين معهم، كنا متعاقدين مع اليو اس جي ولكن المنهج الفرنسي مش كتير مطلوب، فارتقى المجلس هاي السنة إنه يوقفوا هيدا السنة بس، ولكن بعد في طلاب عم يستفيدوا من المبالغ اللي اندفعت السنة الماضية يعني. نحن بنعطي منحة للطالب يكفي ويتخرج، يعني بتكفوا معه للآخر. صحيح صحيح، ما بنتركهم أبدا. وكيف يعني تختاروا الطالب اللي بتعطوا المنحة؟ بدنا نشوف أول شيء بده يكون متفوق، بده يكون في حاجة مادية. مش معقول تعطي منحة لطالب منه بحاجة. نعم. بينما في ناس كتير حابة تتعلم ولكن ما عندها المجال، ما عندها الإمكانية إنه يكفوا علمهم. فنحن متعاقدين مع الجامعة اللبنانية، عاملين شراكة مع الـ LAU، مع الـ AUB ومع الـ MUBS. نعم. العلم حق للجميع مثل ما نعرف، يعني كل بحق لكل شخص انه بالزبط يحصل على العلم. صحيح. فكمان عم بتقوموا بدورات للكمبيوتر لتساعدوا الطالب، خاصه انه فعليا عن عالم التكنولوجيا. صحيح. بما انه مثل ما حكينا اول شيء انه منطقه حسبية انعزلت فتره، وبناء للظروف الاقتصاديه والحرب والظروف المعيشيه اللي صارت يعني، لقينا انه في نسبه كثيره من الناس مش عم تقدر تكفي علمها. وبتعرفي انه هاي الفتره هاي الايام العلم كثير مهم، فاللي بده يتوظف، اللي بده يتفوت على الجيش، اللي بده يعمل اي شيء بده يكون معه شهاده رسميه. فعملنا برنامج اسمه العلم حق للجميع، هو بيشمل الطلاب بين عمر 18 و55، اوكي، انه يرجعوا يتعلموا. هذا البرنامج بيمتد على فتره سنتين وقابل للتجديد اكيد مع جمعية بسمة. كمان هيدا بيرجع بيساعد الطلاب، عندنا طلاب عم يتعلموا بريفي عمرهم 47 سنة. نعم. فهيدا حلو انك ترجع ترجع الانسان تمكنيه ولحتى يرجع يستعيد ثقته بنفسه، غير ما انه يكون عم بيقول انا ما بعرف شيء، يحس حاله موجود بالمجتمع. بالضبط. ترجع توجدي، هيدا بيقولوا له انكلوسيف اديوكيشن. نعم. اللي هو ترجع الشخص اللي هو بيعتبر حاله صار برا المجتمع او سبق الزمن. نعم. انه ترجع ترجعي وتمكني مزبوط لحتى يرجع ياخذ شهاده. ونحن بالاتفاق مع وزاره التربيه بنقدم طلب حر وبيقدموا على الامتحانات الرسمية وبياخدوا الشهادة. الله يقويكم ويضلوا بهالهمة. عدا عن ندوات عدة بتقوموا فيها حتى تطرحوا وتناقشوا مواضيع بتهم المجتمع، مواضيع كانت ثقافية، اجتماعية، فنية. شو أبرز المواضيع يلي تم طرحها مؤخرا وعم تشتغل عليها؟ هلا نحن عندنا شراكة مع البريتش كونسل مدينة ومنقدم دورات كمبيوتر مجانية. نعم. وبيدرسوها، الحلو انه بيدرسوها اونلاين، يعني مش مضطرين يروحوا على معهد ولا شيء، بيجوا على الكمبيوتر لاب على دار حسبية وبيقعدوا وبيشتغلوا معهم يوزر نيم وباسورد، وبيخلصوا الدوره بخلال 3 شهور بياخذوا فيها شهاده. كمان الدوره بتخلص اونلاين، حتى بيقدموا اونلاين، كلها اونلاين. مبرمج الدوره اسمها ليرن انجلش كونكت، مبرمج بشكل انه الكمبيوتر هو اللي بيعمل تقييم للطالب، بيعمل له امتحان دخول اول شيء. نعم. اوكي. بيعمل له تقييم وحسب مستواه بكفي معه، يعني تعلم الانجليزيه عبر التواصل. بالضبط بالضبط. وفي كثير برامج نحن عم نعمل توعيه ضد حوادث السير، توعيه لتمكين المراه. كان عندنا برنامج شيخه فاطمه بنت مبارك اللي هي زوجته للشيخ زايد الله يرحمه،
هو برنامج للريادة الاجتماعية بيقدم كمان جوائز لأي حدا عنده إبداع مجتمعي. كان عندنا حماية مثل ما تفضلتي، عملنا توعية في دكتور هنادي ميرزا كمان عم تطلع من قبل جمعية بسمة عم تعمل محاضرات عن الصعوبات التعلمية عند الأطفال. بعتقد مرق خلال شهر رمضان المبارك، هل في من نشاطات محضرين على هالمناسبة؟ نحن بنترك شهر رمضان المبارك لمعالي معالي النائب أنور الخليل، بيعملوا إفطارات بيعملوا احتفالات، وفي عنا نحن كمان مسرحيات رح تسائل كمؤسسة الخليل. أنتم مشاركين؟ بلا، نحن مشاركين عبر مسرحية. نعم. يعني تقريبا بأيام عيد الفطر مسرحية للأولاد للأطفال. أي نهار؟ لهلأ ما تحددت صراحة. أوكي. بس نحن منحدد عادة بأول حزيران وبآخر كانون أول. يعني آخر الصيف وآخر السنة، وهلأ مسأبينا بشهر بعيد الفطر المبارك. المسرحية شو بتحمل عنوان؟ في مسرحية كان عنوانها طاقتك بطاقتك. هي كمان توعوية عن مخاطر الاحتباس الحراري والنفايات وغيره، وبفتكر مرقت صورة مع جمعية سيواس، هي جمعية سويسرية عم يعملوا تدريب لمجموعة من الشباب والصبايا من منطقة حسبية حول الحفاظ على المي يعني معالجة النفايات أو المياه المبتذلة. نعم. لنطلع بفكرة تفيد أهل حسبية ويعرضونا للجمعيات المانحة، بما أنه الدولة غائبة حاليا اعتمادنا على الجهات المانحة اللي هي الدول الأوروبية والبرامج اللي عندهم إياها. الدعم الأساسي هو اللي بيحصل عليه الإنسان من خلال فعل الخير اللي بيقوم فيه، من خلال العمل الاجتماعي. صحيح. اللي بيقدمه مجانا للآخر. صحيح. حتى يقدر يعيد انخراطه. صحيح. بالمجتمع، وبنفس الوقت يعيد البلدة اللي بينتمي لها للخارطة السياحية والمناطقية بلبنان. أهلا وسهلا فيك أستاذ زاهر غصن، مدير التنفيذي لمؤسسة الخليل الاجتماعية بحسبية. كل التوفيق لكم. أهلا. مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع من بعدها. صباح الخير مشاهدينا، منكمل معكم فقرات أحلى صباح. موضوعنا التالي هو المشكلة اللي بتواجه أغلبية الطلاب بعد التخرج، واللي هي تحديد اختصاصهم بالجامعة. وبين الاختصاص اللي منحبه والاختصاص اللي رح ننجح فيه فرق كبير. لهيك إدارة البرامج بتلفزيون لبنان قررت بالتعاون والتنسيق مع الأستاذ والباحث الجامعي بالجامعة الأمريكية دكتور عماد بوحمد إطلاق برنامج ماي واي. ماي واي برنامج جديد رح يبصر النور نهار الخميس المقبل. دكتور عماد بوجور وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك ديما. بداية خبرنا شو هي المشاكل اللي بتواجه الطالب لما يكون بده يقرر شو اختصاصه بالجامعة أو شو بده يدرس؟ بعتقد يمكن هيدي مرحلة الكل قطع فيها منا وبالجر، وقت اللي بيخلص مدرسة بده يتخصص، بده يعمل اختصاص. يمكن دائما بيفكروا انه شو الاختصاص اللي فيه مجالات عمل أو شو الاختصاص اللي بيتناسب مع شخصيتي، يعني بيكون في بعض الضياع. فهدف البرنامج هو تضوي على هيدي المسألة وتزود الطالب بمعلومات عن عدة مجالات من الناحية الأكاديمية ومن الناحية كمان العملية، وبالإضافة كمان لتجربة الطلاب اللي هني حالياً عم بيخوضوا الاختصاص. نشوف كمان شو في شيء قريب على شخصيته، شيء هو بيقدر ينجح فيه يبرع فيه بعدين بالمستقبل. طبعاً إذا حبيتي شيء وتخصصي فيه بدك تكوني مبدعة، هيدا شيء أكيد. بس أوقات عم بيكون في عوائق، يعني ممكن تحبي شيء بس بتطلع بمجال العمل يمكن ما يكون في له مجالات شغل. صحيح. فبيضطر يعمل شيء تاني غير الشيء اللي بحبه. طب إذا بدنا نحكي هلا عن اللمسة الإضافية اللي موجودة ببرنامج ماي واي، شو فيك تخبرنا عنه؟ أول شيء هيدا برنامج بتوجه للشباب، وبتعرفي هالأيام جيل الشباب disconnected عن الميديا لأنه ما بيكون في برامج بتتوجه له مباشرة، منه معني بالموضوع. أكترية البرامج اللي عم نشوفها على الشاشة هي يمكن برامج كوميدية، مسلسلات إلى آخره. هيدا البرنامج بضيف لهيدا الشاب اللي ناوي يشق طريقه، مشان هيك سميناه ماي واي، يعني هو طريقي بالحياة، بضيف له مجموعة إذا بدك معلومات تخليه يعرف يختار لوين يتوجه. هيدا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية كمان بتساعد الأهل
لان دائما في ديبيت او في نوع من المشاكل بوجهه النظر بين شو بده يعمل الطالب واهله شو بده. يعني في ناس بدها ابنها يكون طبيب او مهندس بينما هو يمكن بده يعمل لنقول بزنس، فما عم بيكون في تقارب بوجهه النظر. ممكن اذا حضروا هيدا البرنامج وتعرفوا على الاختصاصات بشكل اكثر يمكن اوضح، ممكن يسهل عمليه النقاش بين الولد والاهل. رح نحكي اكثر عن تفاصيل ورح تخبرنا اكثر عن فقرات البرنامج. خلينا نشوف هلا البرومو للبرنامج. معنى الحياه ما بيكتمل الا بتحقيق الاهداف. كتير أوقات منوقف على مفترق طرق ومنحتار أي طريق نختار لنوصل للهدف، لكن مشوار الألف ميل دايماً ببلش بخطوة، وهالخطوة رح تبلش من ماي واي. من بعد ما شفنا البرومو خبرنا أكثر كيف مقسمة فقرات البرنامج. بالحقيقة ماي واي هو مؤلف من ثلاث فقرات. بالفقرة الأولى يلي سميناها information، من اسمها بنعرف أنه رح تعطي معلومات عن الاختصاص أو عن المجال. بهيدي الفقرة بنستضيف أكاديمي بالمجال اللي عم نحكي عنه، بيحكينا بسيمبل تيرمز، يعني إذا بدك بكلام مبسط يشرح عن الاختصاص. من بعدها بننتقل لفقرة اسمها فيدباك، وهيدي الفقرة مخصصة لطلاب عم بيخوضوا حاليا هيدا الاختصاص تيعطوكي من تجربتهم. يعني كل واحد رح يخبرنا قصة يمكن مختلفة عن التاني، ليه اختار الاختصاص، شو الاشياء اللي بلاقيها صعبة فيه، شو الاشياء اللي كان متوقعة وغيرها. بالفقرة الثالثة اسمها براكتس، براكتس مستضيفة براكتشنر، يعني حدا بيشتغل بسوق، يعني حدا بسوق العمل بيشتغل بهذا الاختصاص، بفرجينا عن الناحية العملية له، لأنه بنعرف نحن أوقات كتير بنتعلم إشياء بالجامعة ممكن الخبرة اللي بنكتسبها بالجامعة غير سوق حتكون مختلفة عن الشيء اللي بنكتسبه بمجال العمل. منشان هيك صفة البراكتشنر أو المزاول المهني بهذه الفقرة تيوضح لنا أكثر وتيفرجينا التحديات بهذا الاختصاص وين بتكون، وتيفرجينا الشيء الحلو والشيء المش حلو وتفاصيل أكثر. يمكن بنصح المشاهدين يتابعونا نهار الخميس الجاي. إذا بدنا نحكي عن فقرة براكتس، قد ايه برأيك نجاح شخص بمجال معين يعني بالضرورة نجاح شخص آخر يمكن عنده نفس المقومات ونفس الشخصية؟ أنا برأيي النجاح بأي شيء بتعمليه بحياتك مرتبط بالشغف. إذا فعلا شغوفي بمهنة باختصاص بمجال أكيد رح تبدعي فيه. هذا لا يعني أنه إذا عملتي شيء ومنك شغوفي فيه أكيد ممكن تنجحي، بس الفرق أكبر إذا فعلا كنت بتحبيه للاختصاص من قلبك. صح مزبوط، الإنسان يمكن بيواجه أوقات مشاكل بس لما يكون عنده شغف بيقدر يتخطى كل المشاكل، وهذا شيء مطلوب لأنه حافز، هو المحرك. بحس أنا الشغف بحسه محرك لكل شيء بتعمليه بحياتك. على الأكيد هذا البرنامج رح يساعد الطلاب، ولكن تحدثت عن ناحية الأهل، من أي ناحية رح يكون عم بيساعدهم هذا البرنامج؟ مثل ما ذكرت قبل شوي أنه دائما في هذا الجاب بين، يعني أو نسميها عدم وضوح الرؤية بين الأهل والطلاب على شو يعملوا بحياتهم، فهذا بيساعد الأهل أنه بيعرفهم كمان على تفاصيل باختصاصات يمكن هن مفتكرين أنه منا اختصاص بناسب ابنهم، فهذا الشيء بيساعدهم كثير على مساعدة كمان أو على يعني يخلوا ابنهم يختار صح أو يرشدوه للطريق المضبوط. يعني بتعرفوا أكثر على هذا الاختصاص، شو في له مجالات عمل من خلال الفقرات اللي نحن حاطينها، رح يتعرفوا عليه شو هو الاختصاص، كيف الناس أو كيف الطلاب الحاليين عم يختبروا، وكمان رح يعرفوا أكيد مجال عمل وكيف. هيدي النقطة الأهم، لأنه بتعرفي بهالأيام كل الناس بتحاول تلاقي اختصاص يخولها تشتغل بمركز محترم ويعيشوا كمان عيشة كريمة.
إذا بدنا نحكي هلأ عن الاختصاصات، اختصاصات تراجعت أو في اختصاصات رح تتراجع بالسنوات المقبلة، شو هي الاختصاصات اللي ما رح تشجع عليها الطلاب إنه يكونوا عم يدرسوها؟ لا أكيد هيدا ما فينا يعني مني بصفة أنه أنا أقول شو الاختصاص المهم أو من الاختصاص أو الاختصاص المش مهم. كل اختصاص له أهميته، هذا شيء بيرجع للشخص هو شو بيحب يعني. بس فينا نقول أنه هلأ بتطور أو التطور التكنولوجي اللي صار يمكن في اختصاصات جديدة فرضت حالة مثل Data Science و Business Analytics، هدول التيرمز أو المعاني ما كان قبل نسمع فيهن كتير، فهلأ صار في كمان أنه توجهات جديدة على هيدي المجالات. إنما الاختصاصات التانية أكيد دايما مطلوبة، حتى لو كان مجال العمل يمكن مش بقلب لبنان، يعني أوقات ممكن تتخصصي وهون وبتروحي تشتغلي بغير محل، أنه الكون كبير يعني مش ضروري نبقى بلبنان. وأنا هيدا بشجع عليها كمان أنه يكتسبوا خبرة من الخارج، من أوروبا، من أمريكا، وبعدين إذا قرروا بدهم يرجعوا على البلد تيطوروا فيه وتيحسنوا فيه من خلال خبرتنا اللي اكتسبوها، هذا بيكون شيء عظيم. كرمال هيك نحن أوقات منشوف كتير طلاب أنه عم يشتغلوا باختصاص ما بيحبوه، بس كرمال يقدروا يطلعوا مصاريفهم، كرمال يتوظفوا ويطلعوا معاشهم ببلد مثل لبنان. شو رأيك؟ لكن أنا عندي مثل بطبقه هيك على حياتي، أحب ما تعمل لكي تعمل ما تحب. نعم. ما بعرف سوري إذا اللغة العربية شوي التحريكات بتكون يمكن منها مضبوطة كتير. فأكيد وقت اللي بدك تشتغلي لازم تشتغلي، بالنهاية بدك تعيشي، بس إذا عندك هدف، عندك شيء حابة توصلي له، ما تشيلي من راسك أبدا شو ما كانت الظروف، دايما بالمثابرة وبالاندفاع اللي عندك إياه رح توصلي. أنت من الأشخاص اللي اشتغلتوا مهنة بتحبهم أو اضطريت تمرق بمصاعب لحتى توصل للشيء اللي أنت بتحبه أو بعد ما وصلت له؟ حلو السؤال. شيء أكيد أنك تختاري المجال الأكاديمي تتكوني أستاذ أو تتكوني أستاذة إذا عم بتوجه لإلك وباحثي، هيدا ينم عن اهتمام كبير، لأنه أنا بالنسبة لي هيدا المهنة تعتبر إلى رسالة إنسانية بتطوير المجتمع من خلال يمكن التعليم اللي عم نقدمه، من خلال الأبحاث اللي عم نعملها. منشان هيك يمكن إذا بدي أعمل اللينك بين الشيء اللي هلأ عم بعمله كبرنامج وبين المهنة اللي أنا عم بعملها، بعتقد بكملوا بعض، لأن هدف البرنامج هو ترك أثر إيجابي أو يكون له أهمية وفائدة للمجتمع اللي نحن فيه، وبالأخص جيل الشباب اللي عم بيعانوا من هيدي المشاكل الضياع باختيارات اختصاصاتهم. أكيد صح، التوعية والثقافة هو شيء كتير ضروري بكل مجتمع لحتى يكون عم يتطور ولحتى يكون عم ينمى. دكتور عماد أنا بدي أشكر وجودك معنا وبدي أتمنى لك نهار سعيد وكل التوفيق بالبرنامج الجديد اللي راح يكون عم ينعرض الخميس المقبل الساعة 8:15 مساء عبر شاشة تلفزيون لبنان. وإذا عندكم أي معلومات بتحبوا تعرفوها من هلأ لوقتها فيكن تزوروا صفحة عماد بوحمد هاشتاج ماي واي عبر فيسبوك. حلقتنا لليوم انتهت، بدي أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ومنلتقى بحلقة جديدة نهار الاثنين. إلى اللقاء.